طبيعي قبل ما ناخد الديزيزز بتاع الاير لازم نعرف العيان لو جاي لك بشكوى من الودن ممكن تبقى شكوته ايه. تمام، طبعا اهم سيمتوم في الاير هي تقل السمع الدفنس. لو العيان قال لك عندي تقل سمع قول له رايت ولا ليفت ولا بايلاترال، يونيلاترال ولا بايلاترال، ولو يونيلاترال رايت ولا ليفت. تمام، يبقى تقل السمع دفنس. تينيتس نفس الكلام، يونيلاترال ولا بايلاترال. تمام، ولو يونيلاترال رايت ولا ليفت، والتينيتس الكاركتر بتاعته لازم اساله عليها وان كان ده كلام ادفانس. الديستشارج ودني بجيب افرازات، ودني بتنزل افرازات، يبقى لازم اساله على اربعه كاركتر للديستشارج اللي هما ايه؟ الاماونت، الكالر، الاودر، الكونسيستنسي. الاماونت كتير ولا قليل؟ تمام، لان الكوليستياتوما بتعمل اسكانتي ديستشارج، ديزيز اوف ذا اكسترنال اير اللي هو السكين اسكانتي ديستشارج. لكن لو ديزيز اوف ذا ميكوزا اوف ذا ميدل اير هتفرز ميوكاس كتير وبالتالي بتبقى كوبيس او ديستشارج كتير. طيب الكالر بتاع الديستشارج يا ترى كالرلس يعني هو وتري يبقى سي اس اف وتريه لا قدر الله، ولا يلوش باس بيور باس، ولا جرينش لو هو كوزد بالسودوموناس. تمام، الاودر يعني ليه ريحه ولا ملوش ريحه؟ طبعا اللي فيري فيري اوفنسيف ريحته وحشه قوي لو هو كرونيك سابريتوم اوبتايتس ميديا انسيف تايب اللي هو كوليستياتوما. تمام، وزي ما قلت لك الكونسيستنسي اخر حاجه اللي هو عباره عن بيرولنت يعني صديد صافي، ولا ميوكو بيرولنت يعني ممخط بيمط يعني صديد في مخاط. يبقى الديستشارج ده جاي من الميدل اير ميوكوزا بتفرز مخاط، يبقى زي الاكيوت اوبتايتس ميديا والحاجات دي. ماشي، طيب رابع سيمتومز اللي هي البين، اوتالجيا وجع في الودن، ممكن يبقى سببه الودن وممكن يبقى ريفيرد من منطقه تانية. وطالما في بين يبقى لازم اساله على الهيدك، صداع ما ده طبيعي. فيرتايجو في دوخه، دوخه يعني هالوسينيشن اوف موفمنت سبجكتيف سنس اوف موشن، يعني انا حاسس ان الدنيا بتلف او انا حاسس ان انا بلف والدنيا ثابته. تمام، علشان الفيستيبولار بارت بتاع الانر اير. فيشال باراليسيس لازم يتسال عنه، يعني عينك بتقفل كويس، بقك ما تعوجش، لان زي ما انت عارف ان الفيشال بوني كانال ماشيه في الميديال لول اوف ذا ميدل اير وبعد كده تمشي في المسترول زي ما شرحنا الاناتومي. سويلنج اند اور ديفورميتي يعني ودنك مورمه، وكمان انت هتشوفها هي سيمتوم وساين، وودنه صغيره زياده عن اللزوم، مايكرو اوتيا مولود بها كده صغيره، ولا ماكرو اوتيا كبيره يعني ديفورميتي، ولا بات اير اللي هي الاذن الخفاشيه المطرطقه. ونساله على الاي سيمتومز، لان زي ما انت عارف ان الاير كونكتد بالاي عن طريق الميديا لونجتودنال باندل. يعني مثلا في ديزيز اسمه بتروزايتس لما يحصل، تمام، ده نتيجه الكومبليكيشن في الاير هياثر على الاي. تمام، لانه هياثر على السكس نيرف وبالتالي يعمل ابديوسنت باراليسيس. كذلك الاير يا اخي ديزيزز ممكن تعمل فرتايجو وبالتالي نستاجموس، وبالتالي عيان الاير لازم اساله على اي سيمتومز. بصوا بقى بمناسبه السيمتومز، كل عيان في الاي ان تي سي ان عيان اير او عيان نوز او عيان ثروت ليه 10 سيمتومز، 10 سيمتومز. تمام، يعني عيان النوز ليه 10 سيمتومز، عيان الاير ليه 10 سيمتوم، عيان الثروت ليه 10 سيمتوم. You have to ask about. واحدة منهم complaint غالبا العيان جاي لك يشتكي بيها وانت تسأله على التسعة التانيين. يعني مثلا هنا في deafness, tinnitus, discharge, pain اللي هو autalgia او earache, headache كده 1 2 3 4 5, vertigo, facial paralysis, swelling, deformity, eye symptoms. وكذلك في النوز هناخد 10. تمام، نيجي للميثود اوف اكزامينشن، هاو تو اكزامين ذا اير. اول حاجه هتبص من بره بعينك كده من بعيد، تمام، وبعدين تدوس بايدك تشوف في تندرنس ولا لا. ده اسمه اكسترنال اكزامينشن، يعني سيان بعينك انسبكشن، بتنسبكت بتبص، او بتدوس بايدك من بره تشوفها تندر ولا لا، على الاوريكل على الماستويد قدام الودن وهكذا، دي اسمها اكسترنال اكزام. بعد كده تمسك المنظار بتاعك اللي هو الاوتوسكوب
وهتشد الاوريكل وتدخل جوه الاكسترا كانال وتبص على الاكسترا كانال والتمبانيك ممبرين، ده اسمه اوتوسكوبي اللي هو هتبص على قناه الودن والتمبانيك ممبرين. بعد كده هتكزامن التمبانيك ممبرين موبيليتي، هتشوف التمبانيك ممبرين ده بيتحرك ولا لا. تمام، يعني ايه؟ يعني بتكزامن الاستيك انتو بيتنسي. ما هو لو التمبانيك ممبرين بيتحرك يبقى في هواء جوه الميدل اير، يبقى اذا الاستيك انتو ديبيتنت وايكوالايزد بريشر وبيتحرك. يعني اهو بص الرسمه دي، دي الاكسترا كانال، ده التمبانيك ممبرين، هنا الميدل اير وهنا الاستيك انتوب. لو العين نفخ هواء من مناخيره ودخل هيزق الطبله لبره، يبقى الاستيك انتوب مفتوحه. لو انت حطيت الاوتوسكوب ونفخت بآلة معينه التمبانيك ممبرين هيدخل لجوه، يبقى الاستيك انتوب مفتوحه برضه. تمام، وبالتالي انت بتكزامن الموبيليتي بتاع التمبريك ممبرين اللي بتنديكيت الاستيك انتوب مفتوحه ولا لا، يا اما بالفالسالفا يا السيجاليزيشن زي ما هناخدها كمان شويه. الشوكه الرنانه، يعني انت دلوقتي عملت لي اكزامينشن للاناتومي، شفت التمبريك ممبرين بالاوتوسكوب، لازم تكزامن الفيسيولوجي، العين بيسمع ولا لا، يبقى لازم تعمل الشوكه الرنانه اللي هو رينيو الويبر، وبعدين اكزامينشن اوف ذا اير اندر مايكروسكوب. لو انا ما شفتش كويس بالاوتوسكوب يبقى لازم احط العيان تحت الميكروسكوب، لانه بيماجنيفاي ذا فيو، بيكبر الفيو جامد، لان زي ما انت عارف الاير مايكرو اناتومي وكل عمليات الودن اصلا بيتعمل اندر مايكروسكوب. فعلشان كده يو هاف ان انت تكزامن الاير اندر مايكروسكوب لو انا ما شفتش بالاوتوسكوب كويس. سبحان الله يا اخي، يعني السنه اللي فاتت في الباراسايتولوجي والمايكروبيولوجي والباثولوجي حطيت سلايد تحت الميكروسكوب علشان تكبر وتشوف كويس، السنه دي بتحط العيان نفسه علشان تشوف الودن كويس، يبقى اكزامينشن اندر مايكروسكوب. اول نقطه الاكسترا اكزام اللي اتكلمنا عليها، اكسترا اكزام اللي هو بتبص بعينك انسبكشن وبتدوس بايدك بالبيشن تشوف في تندرنس ولا لا. بتنسبكت وبتبالبيت ايه؟ ثلاث مناطق. تمام، اكسترا اكزامينشن ده ثلاث مناطق، اللي هم ايه الثلاث مناطق دول؟ الاوريكل اهي، بشوف الاوريكل فيها ديفورميتي، بشوف فيها سويلنج، بشوف فيها سكار. تمام، ما امام الاوريكل اهي بري اوريكولار ريجون، الحته دي اللي هي في باروتيد سويلنج، في بري اوريكولار ساينس او فيستولا، في بري اوريكولار سكار عامل عمليه قبل كده، وبعدين بوست اوريكولار اللي هي الماستويد ريجون. واهم حاجه في البوست اوريكولار سكار اوف بريفيوس اوبريشن، لكن ممكن يبقى في ساينس، ممكن تبقى تندر وهكذا. طيب لو البري اوريكولار ريجون دوست عليها ولقيتها تندر اوفر ذا تريجس هنا قدام الود، يبقى دي ممكن تبقى اوتا اكسترنال. لو دوست على الاوريكل ولقيتها تندر يبقى دي ممكن تبقى بريكوندرايتس في الاوريكل. لو دوست على الماستويد ولقيتها تندر ممكن تبقى ماستويدايتس. يبقى ده الاكسترا اكزامينشن، انسبكشن بالعين نظره وبالبيشن بالايد اشوف في تندرنس ولا لا. نيجي للاوتوسكوبي، مسكت الاوتوسكوب. تمام، الاول قبل ما دخل الاوتوسكوب في الاكسترنال كانال، الاكسترا كانال زي ما انا شرحت لك في اول محاضره كيرفد، دي الاوريكل، ده الكارتليجينوس بارت، وبعدين ده البوني بارت. فاكر لما انا قلت لك ان الاوتر 1 ثيرد كارتليجينوس دايركتد اب اند باك، بينما الانر بوني 2 ثيرد دايركتد داون اند انتيريور، العكس. طب ما انت لو دخلت الاوتوسكوب هنا هيتحشر في قناه الودن، العين يتعور وما تشوفش التمبانيك ممبرين اللي هو هنا اصلا طبعا، وبالتالي انت لازم تعمل ستريتنينج لقناه الودن. بصوا الصورة الحلوة دي، الدكتور شد الأوريكل upwards and backwards and slightly outwards، فبقى المنظر الآتي. بص لما اتشدت، يعني أنا دلوقتي هشد الأوريكل كده up and back، فيبقى المنظر الآتي. لما أنا شديت الأوريكل فوق ورا أو اتشد معاه الكارتليجينوس بارت، بقيت straight line مع البوني بارت. يعني شديت الأوريكل كده فبقت وان لاين مع البوني بارت، وبالتالي تشد الاوركل اب اند باك تو ستريتن ذا اكسترا ايلوتري كانال، وبعدين تنور الاوتوسكوب لان الدنيا ضلمه جوه، في واحد ينفع يدخل مدخل الجراج الضلمه من غير ما ينور نور العربيه علشان ما يعورش العيان، ما يتحشرش في الجلد ويعور العيان، وبالتالي لازم تنور الاوتوسكوب وقبلها بتشد الاكسترا ايلوتري كانال upwards and backwards and slightly outwards. وبعدين هتشوف ايه؟ هتشوف الاكسترا ايلوتري كانال فيها واكس، فيها ديستشارج، فيها فورم بودي، فيها اي حاجه بقى. بعد كده هتشوف التمبانيك ممبرين فيها بيرفوريشن، فيها كونجيشن نورمال. وبعدين لو فيها بيرفوريشن، لو التمبانيك ممبرين ده بيرفوريتد
ممكن اشوف الميديال اير ميوكوزا من خلال البرفوريشن، لان البرفوريشن ده يعتبر شباك، اشوف الميديال اير ميوكوزا شكلها ايه، كونجستد اديماتاس جرانيوليشن بوليب وهكذا. يبقى بتشوف ثلاث مناطق في الاوتوسكوبي، اكسراي يوتري كانال، تمبانيك ممبرين، ولو التمبانيك ممبرين بيرفوريتد بشوف الميديال اير ميوكوزا. طيب تختار الام الكون بتاع الاوتوسكوب على قد قناه الودن بتاع العيان اهو، تمام كده، علشان قناه الودن بتاع الطفل غير قناه الودن بتاع الكبير، الاولانيه ضيقه لسه والثانيه واسعه، وبالتالي بتختار قمع كبير او صغير. وقبل ما تدخل لازم تنور زي ما قلت لك، وتشد الاوريكل اب اند باك. بص بقى الفيديو ده بيوريك وانا داخل جوه الاكسرا اليوتري كانال، داخل 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 الشعر اللي بره اهو في الاوتر وان ثيرد، تمام. اول ما شفت الكورو فلايت والدرام وقفت اهو، هو ده. بص بقى لو انا رسمت لك ده اللي باين منور، ده الكورو فلايت اللي باين منور قدامك، ده الكورو فلايت. فاكر رسمه الدرام كانت كده اهو، انا مش هعرف اشاور لك على الفيديو، تمام. فده الكورو فلايت اللي منور اهو، شاورت لك اهو الحمد لله. ده الكونو فلايت، بس يمكن الكاميرا تلتت شويه فعلشان كده عالي، هو المفروض انترو انفيريور هنا، تمام. دي الهاندل اوف ميليس ودي اللاترال بروسس، خلاص. كل دي البارز تنسى، ودي البارز فلاسيدا، يبقى ده النورمال تمبانيك ممبرين، ده النورمال تمبانيك ممبرين اهو، تمام. يبقى ده الاوتوسكوبي. طبعا الاكسرا اليوتري كانال انت شايفها قدامك ما فيش فيها حاجه. نيجي الاكزامينيشن اوف ذا تمبانيك ممبرين موبيليتي. هيكزامن التمبانيك ممبرين موبيليتي ازاي؟ يعني عايز اشوف الاوستيكان توب فاتحه ولا قافله. اول حاجه هتحط اوتوسكوب في الاكسترا كانال بتاع العيان، اوتوسكوبي، وفي نوع اوتوسكوبات بيبقى ليه خرم ومتوصل بخرطوم ببمب بالونه كده، بنفخها واضغط فتروح الهواء داخل زي الاكسترا زي التمبانيك ممبرين فيتحرك. طالما اتحرك يبقى الاوستيكان توب دي مفتوحه. يعني انت بتاكزامن الاوستيكان توب بيتنسي، تمام. اهو بص هرسمها لك بايد اهو، ده الاوريكل اكسترا كانال، ده التمبانيك ممبرين، ده الميدليرو الاوستيكان توب، الاوتوسكوب اهو، وفي خرم هنا متوصل ببامب، انا بضغط على البامب دي فالهواء ده يروح زائد التمبانيك ممبرين. الحركه دي اسمها سيجاليزيشن، والاوتوسكوب اللي فيه خرم متوصل بخرطوم ببامب اسمه نيوماتيك سيجل اوتوسكوب، نيوماتيك يعني هواء بينفخ، تمام. دي أول طريقة، يبقى نفخت للعيان من بره، تمام؟ بس قبل ما تعمل الحركة دي، أنت ممكن تعمل تإكزامن الموبيليتي من غير ما يكون عندك سجل نيوماتيك أوتوسكوب، إنك تقول للعيان يسد مناخيره وينفخ مناخيره، كأنه بينف من غير ما يطلع هواء، مش ينفخ بقه، لأ أنفه اللي هو كده بص، يسد مناخيره وينفخ، فالهواء ده يروح طالع على الأوستيكان توب، يروح عامل بوبينج او تروح التمبريك ممبرين طالع بره زي الصوره دي. بص الفيديو ده اهو، بص خليك مراقب، شفت نفخ طلع لبره، تمام. نعملها تاني بس لاحظوا، بص اول ما العين ينفخ التمبريك ممبرين يروح طالع لبره، خلي بالك اهو طلع لبره اهو، تمام. يبقى اذا العيان يسد مناخيره وينفخ تلاقي التمبريك ممبرين طلع لبره، يبقى الاوستيكان توب بتاعته مفتوحه، هو اللي بينفخ انفه، دي اسمها فالسالفا مانوفر. طب لو هو ما عرفش ينفخ انفه، انفخه انت، حط له الاوتوسكوب انت من بره وانفخ له الاكسرا اليوتري كانال، تمام. طالما هو مش متعاون، اصل احيانا يقابلك عيانين بصراحه متخلفين عقليا، واحد يقول له ايه سد مناخيرك وانفخ، تلاقيه سدد مناخيره وبينفخ بقه، يا عم سد انفك وانفخ انفك، تلاقيه سد فتحه وبيطلع الهواء بالتاني، ايه يا عم سد الاثنين، تلاقيه بيسد الاثنين وكانه بينف وبيطلع هواء، ايه ده مش عارف ينفخ نفسه، انفخه انت بالسيجاليزيشن، تمام. يبقى يا اما فالسالفا يا سيجاليزيشن علشان نكزامن التمبانيك ممبرين موبيليتي. هو ده السيجل نيوماتيك اوتوسكوب. بص بقى هو ده اللي قدامك، دي البامب، تمام، والخرطوم. بص لما نشوف الفيديو. To help you determine tympanic membrane mobility and recognize many middle ear disorders, sometimes you'll want to use a pneumatic attachment. When you do, back speculum large enough to fit snugly into the ear canal to establish an airtight seal.
same hand position with the bulb of the pneumatic. تعال بقى نشوف التمبانيك ممبرين، يعني تعال نكبر التمبانيك ممبرين بتاع الست دي اللي هي العيان. اهو هو ده التمبانيك ممبرين. شوف لما الدكتور بينفخ من بره اهو بيتحرك اهو. التمبانيك ممبرين ده مش نورمال، لا باين كونه فلايت ولا حاجه، ولكن موبايل. يبقى ده دليل على ان الاستيكان توب بتاعت العيان. اخر حاجه او قبل الاخيره، قبل اكزامينشن اندر مايكروسكوب، الشوكه الرنانه. لازم نكزامن الهيرنج بتاع العيان، نعمل له الشوكه الرنانه، نعمل له الريني تيست، بتقارن الاير كوندكشن بالبون كوندكشن في نفس الودن، وبعد كده تعمل الوبر تيست اللي هي بتقارن البون كوندكشن بتوين بوث ايرز عشان تشوف ده كوندكتيف ولا سنسري نيورون، واخيرا بتحط العيان اندر مايكروسكوب علشان تو ماجنيفاي الفيو وتكبر الديتيلز بتاع الودن لو انت ما شفتش بالاوتوسكوب كويس. الشوكه الرنانه على فكره ده موضوع مهم، مع ان مش مستخدمه كتير في الكلينيكال اكزام، لان دلوقتي عندنا حاجه اسمها مقياس سمع بيرتون ايدومتري، ولكن لازم تتعلمها. الشوكه الرنانه، اولا الشوكه الرنانه اللي هنختارها علشان اعمل تيست للهيرنج رقم 512. اهو شوف مكتوب على الشوكه الرنانه دي 512. تمام كده؟ اشمعنى؟ اقول لك انواع الشوكه الرنانه ايه؟ اولا 512 دي معناها 512 هرتز فريكوانسي بير سكند. تمام؟ بص بقى انواع الشوكه الرنانه، احنا خدنا في الفسيولوجي على فكره شوكه رنانه قبل كده اللي كانت 128 اللي كنت بعمل بها تيستنج للديب سنسيشن بتاع البستيرو كولم اللي هو الفايبريشن سنس. تمام؟ بص بقى انواع الشوكه الرنانه 128 ضعفها 256 هرتز ضعفها 512 ضعف 512 ضعفها 1024 ضعفها 2048. بص بقى اللو فريكوانسي اللي هما دول تتحس اكتر ما تتسمع، الهاي فريكوانسي اللي هما دول تتسمع اكتر ما يتحس، الميد فريكوانسي دي 512 ايكوالي هيرد اند فيلت. يبقى علشان كده بنختار شوكه رنانه 512. اول تيست هنعمله الرينيتست. الرينيتست الرينيتست بيعمل كومباريزون، بيكومبير الاير كوندكشن بالبون كوندكشن في نفس الودن. يعني بتضرب الشوكه الرنانه على نون ميتاليك اوبجكت، الالبو بتاعك ده او الني بتاعك مش بتاع العيان، بتضربها فتعمل فايبريشن، بتتمسك من الحته دي لان دول اللي بيزنوا، التو بليدز دول اللي انا بشاور عليهم دول بيزنوا، وبالتالي بتتمسك من البيز بتاعتها دي. تمام؟ وبتضربها على نون ميتاليك اوبجكت وتحطها مره قدام الاكسلا يوتر كانال على بعد 1 سنتيمتر. تمام؟ والاثنين بليدز بارلل تو اتش اذر زي صباعيني كده، وبعدين تحطها على البون المستويد بون. قبل ما تحطها على الاير من قدام والبون من ورا، لازم تقول للعيان انت عايز منه ايه الاول. هتقول له انت هتسمع زنه قدام ودنك وزنه ورا ودنك، قول لي سماعها فين الاكتر، الاير اللي قدام ولا البون اللي ورا. تمام؟ على فكره انت مره بتبتدي بالاير ومره بتبتدي بالبون، يعني انت بتعملها له مرتين. ماشي الكلام؟ هي بتديك ايحاء او بتبين لك التايب بتاع الهيرنج لوس، سمع اكتر بالاير ولا سمع اكتر بالبون، كونتاكتيف ولا سنسري نيورال. تمام؟ بتدي لك فاليبل ريزلتس لما الديفنس بيكسيد، لما الهيرنج لوس بيكسيد 25 ديسيبل، يعني اقل من 25 ديسيبل زي قلتها، وفي ناس بتقول اقل من كده. بص بقى لو العيان قال لك انا بسمع بالاير احسن من البون، طب ما ده الطبيعي اللي ربنا خلقنا، يبقى ريني بوزيتيف، يبقى ريني بوزيتيف اللي هو نورمال، بسمع بالاير كوندكشن احسن من البون كوندكشن. سبحان الله، اول ساين في الطب تقابلنا بوزيتيف معناها نورمال. انتوا عارفين الساينس بتاع الطب، بوزيتيف معناها ديزيز موجود، لا دي بوزيتيف يعني نورمال، الاير احسن من البون. العين بيقول لك انا بسمع من قدام اكتر من لما حطيتها لي ورا، اللي هو بسمع زي ده وده ما سمعتش كويس، يبقى ده ريني بوزيتيف. طب ريني نيجاتيف العكس، سمع بالبون احسن من الاير. تمام؟ يبقى ريني نيجاتيف، ما بيسمعش بالاير كويس، يعني الاير مسدود، يبقى كوندكتيف هيرنج لوس، يبقى كده كوندكتيف هيرنج لوس طالما سمع بالبون اكتر.
طب يا دكتور، لو النرف بتاع الودن ضعيف اللي هو سنسري نيورال، هيسمع اكتر بالقير ولا بالبون؟ المفروض لا يسمع لا ده ولا ده لو النرف متدمر، لا النرف لسه فيه حياة شوية بس ضعيف، يبقى ستيل هيسمع بالقير احسن اللي ربنا خلقه، وبالتالي هو الاثنين وحشين بس الاير ستيل احسن، يبقى ريديوس ريني بوزيتيف، لان الاير لما بيبقى احسن اسمه بوزيتيف، يبقى ريديوس ريني بوزيتيف. تمام، معناها سنسري نيورال هيرنج لوس، يعني الاير كوندكشن بيتر ذان البون كوندكشن، بس الاثنين وحشين. طب يا دكتور، لو انا ودني مثلا ودني اليمين دي ميته تماما، سيفير سنسري نيورال هيرنج لوس، سيفير او بروفاوند سنسري نيورال هيرنج لوس، وجيت احط له الشوكر رنان على الاير، طبيعي ما سمعش، جيت احطها على البون المفروض ما يسمعش، سمع لان البون فايبريتنج وسمعها بالنورمال سايد، ما هي الناحيه الثانيه نورمال، ده لما يكون في يونيلاترال سيفير سنسري نيورال هيرنج لوس، جيت احطها له على البون سمع بالاذر سايد، البون بتاع السكال فايبريتنج. تمام، طب لما يسمع بالبون اسمها نيجاتيف بس فولس، يبقى فولس ريني نيجاتيف في السيفير سنسري نيورال هيرنج لوس، في السيفير سنسري نيورال هيرنج. نيجي بعد كده للوبر تيست. الوبر ده بيكمبير البون كوندكشن بتوين بوث ايرز، برضو نفس الشوكر رنانة ال 512 ونفس الماسكه بتاعتي، واضربها على نون ميتاليك اوبجكت الالبو او الني، واحطها في السنترال بارت اوف ذا سكال، يا على الفور هيد يا على السنترال انسايزور يا على تشين، والاحسن السنترال انسايزور الحقيقه. تمام، وقبل ما تحطها برضو قول للعيان انت عايز منه ايه، هتسمع زنا في النص يعني الاثنين قد بعض، يا اما في ودن اكتر من الثانيه. تمام، يبقى comparison of hearing بالبون كوندكشن between both ears. خلاص كده؟ طيب الريزلتس، يا اما العين هيقول لك سمعها في النص يعني مش قادر احدد مين اكتر، تمام، او الاثنين قد بعض، يبقى ده سنترال، ده النورمال بتاعنا كلنا، يبقى الاثنين كده equal in hearing. تمام، طيب عين تاني قال لك سمعها في اليمين اكتر، يبقى اسمها lateralized to the right، او في الشمال اكتر lateralized to the left. معاه؟ امتى يحصل lateralization؟ بص بقى، لو اليمين فيها conductive hearing loss conductive deafness، وحطيت الشوكه الرنانه في السنترال بارت اوف ذا سكال بتاع العيان، الودن اللي فيها conductive deafness مش سامعه من بره كويس، فيقوم الصوت بتاع الشوكه الرنانه يروح للconductive side لانه ما عادش سامع من بره كويس، يبقى lateralize للconductive. بالظبط هشبهها لك بايه؟ لو انت سديت ودنك بايدك كده مش بصبعك، بايدك اهو سديتها تماما، يبقى انت عندك كده كوندكتيف هيرنج لوس في الودن اليمين. تمام، عندك كوندكتيف هيرنج لوس في الودن اليمين، ماشي، فاتكلم وانت عندك كوندكتيف هيرنج لوس، اسمك ايه؟ انا بسالك دلوقتي اسمك ايه ورد عليا، اسمك ايه؟ فقلت لي مثلا محمد، فلقيت صوتك محمد رن في ودنك اليمين لانه لاترالايز دي اليمين، لان اليمين فيها كوندكتيف ما عادش سامعه من بره فتسمع من جوه احسن، يبقى بيلاترلايز للكوندكتيف سايد. والعكس صحيح في السنسري نيورال، لو اليمين دي العصب بتاعها ضعيف فلا هتسمع لا من بره ولا من جوه، تيجي تحط له الشوكه الرنانه في النص يقوم السليمه هي اللي تسمع. طب سؤال بقى، لو الاثنين بايلاترال كوندكتيف وعملت له الويبر هيسمع بالهي الاثنين بايلاترال كوندكتيف، الاثنين بايلاترال كوندكتيف هيسمع بينهي اكتر بالمور كوندكتيف. تمام، يبقى هيروح للمور كوندكتيف سايد، بينما لو الاثنين سنسري نيورال وعملت له الوبر هيلاترالايز للليس افكتد سايد. تمام، اظن انتوا فاهمين ليه. شوباخ تيست يعني هو ما بيتعملش ومش مهم قوي بس برضه يعرفه، هو هنا بيفترض ان الدكتور الهيرنج بتاعه نورمال، طبعا ما فيش دكتور الهيرنج نورمال ولا الفيجن نورمال، انت بتخلص الكلية اصلا الحواس بتاعتك منتهية، فشوباخ افترض ان الهيرنج بتاع الدكتور نورمال وهيقيس العيان على الهيرنج بتاعه. تمام، فانا دلوقتي هضرب الشوكر رنان على نون ميتاليك اوبجكت القلب او الني، وهحطها على الماستويد بتاعي انا الدكتور انا نورمال لغاية ما تبطل زن، هروح حاططها على الماستويد بتاع العيان، العيان يقول لي ما بتزنش، وبعدين اضربها تاني واحطها على الماستويد بتاع العيان لغايه ما يقول لي بطلت زن، اروح حاططها على المسطول بتاعي لقيتها ما بتزنش، يبقى انا والعيان ايكوال لبعض، وبالتالي العيان يبقى نورمال. طيب في حاله لو العيان عنده كوندكتيف هيرنج لوس، انا حطيت الشوكه الرنانه عليا لغايه ما بطلت زن، على فكره لما بتبطل زن هي ضعفت قوي فما عدتش سامعها، لكن اكشوال هي بتزن،
انا اول ما هي بطلت زن معايا اللي هي ضعفت، رحت حاططها على المصلوط بتاع العيان، العيان قال لي ده بتزن، يبقى البون كوندكشن بتاعه برولونجد، يبقى عنده كوندكتيف هيرنج لوس، ولو شورتند يبقى سنسوري نيورال هيرنج لوس. بس طيب نيجي بقى لموضوع النهارده اللي هو ديزيزز اوف ذا اكسترنال اير. الاكسترنال اير زيها زي اي اورجان في الجسم، تمام، زي الاسوفجاس، زي الهارت، زي اي حاجه. الديزيز بتاعته بتنقسم الى واحده من خمسه، يا اما كونجينيتال العيان مولود بيه، يا اما تروماتيك نتيجه للتروما، يا اما انفلاماتوري، يا اما نيوبلاستيك تيومر بناين او مالجنت، يا اما ميسيلينيوس اللي هو لا كونجينيتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا نيوبلاستيك، ممكن يبقى اوتوميون، ممكن يبقى نيوروفاسكولار، ممكن اي حاجه تانيه، تمام. طيب طبعا احنا هناخد الديزيزز اوف ذا اوريكل اللي تيجي فيها، والديزيزز اوف ذا اكسترنال كانال اللي هو عباره عن الاكسترنال اير. التمبانيك ممبرين في ناس بيعتبروه تبع الميدل اير على فكره، معظم الديزيز بتاعته يعني. الكونجنتال ديزيزز، الاوريكل بتديفلوب ازاي؟ الاوريكل بتديفلوب من سته ميزنكايمال بروليفريشن، سته ميزنكايمال تيوبريكلز، ثلاثه جايين من الفيرست برانكيال ارش، واحد اثنين ثلاثه، وثلاثه جايين من السكند برانكيال ارش، اربعه خمسة ستة. الستة تيوبريكل دول بيفيوز مع بعضيهم علشان يكونوا لي شكل الأوريكل الطبيعي. يبقى ثلاثة جايين من الفيرست برانكال أرش وثلاثة جايين من السكند برانكال أرش، تمام؟ بينما الإكسراء يوتري كانال بتديفلوب من الفيرست برانكال كليفت. يعني بص بقى، الفيرست برانكال كليفت أهي بيتكون حواليها ستة تيوبريكل ميزنكايمال تيوبريكل، ثلاثة من الفيرست أرش وثلاثة من السكند أرش، ويكونوا لي الأوريكل. اللي بره دول الأوريكل، بينما الكليفت ده من الفيرست أرش كونت لي الإكسرا إيريتر كمان، تمام؟ طيب تعالى كده نتخيل المنظر الآتي. بصوا بقى، الأوريكل أهي بتديفلوب من ستة تيوبريكلز، الإكسرا إيريتر كانال أهي بتديفلوب من الفيرست برانكيال كليفت، بتعمل انفاجينيشن لجوه كده وتكون الكنال بنهايتها السكين بتاع التمبانيك ممبرين. وبعدين سبحانك يا رب، الفيرست برانكيال باوتش بينفاجينيت من الفارنكس على فوق فوق ورا، حاجه اسمها تيوبو تمبانيك ريسيس اهو بص، وتتنفخ فوق اهي ميدل اير كافيتي، وتحت ضيقه اوستيكيان تيوب. ده تيوبو تمبانيك ريسيس، تيوبو اوستيكيان تيوب تمبانيك اللي هو التمبانيك كافيتي، ده جاي من الفيرست برانكيال باوتش. الاثنين مع بعض التقوا عند الحته دي اللي هي التمبانيك ممبرين، تمام. التمبانيك ممبرين ده السكين بتاعه جايه من الفيرست برانكيال كليفت من بره، بينما الميكوزا بتاع الميدل اير جايه من الفيرست برانكيال باوتش. طيب تعالى بقى ناخد، بعد ما خدنا الامبريولوجي بسرعه، ناخد الديزيزز المختلفه. اولا ديفكت في السايز، يعني اتولد بالسايز كبير او صغير او مش موجود اصلا، الاوريكل مش موجوده. ديفكت في الشيب، الشيب بتاعها ابنورمال او حاجه زياده. وبعدين حاجه زياده دي زي ايه؟ اكسسوار اوريكل، اوريكل زياده، او بري اوريكولار سيست او ساينس. وبعدين ديزيز في الاكسرا ايريتري كانال. بص بقى، ديفكت في السايز، يا اما اتولد من غير اوريكل خالص، انوتيا اوتيا اللي هي او اوتيك اللي هي اوريكل، تمام، انوتيا اتولد من غير اوريكل، او مايكرو اوتيا اوريكل صغيره زي العيان ده اوريكل صغيره، او ماكرو اوتيا اللي هو اوريكل كبيره قوي حصل ديليد فيوجن للسته تيوبريكل فبقوا كبار قوي. اما المايكرو اوتيا ممكن يكون ايرلي فيوجن او حتى ايفن ثلاثة من التيوبريكل بتوع الفيرست او السكند برانكيال ارش ما تكونوش، تمام. التريتمنت بتاع ديفكت في السايز ايه؟ جراحه تجميل، بلاستيك سيرجري، تمام. البلاستيك سيرجري ده بيتعمل تملي بيفور سكول ايج عند سن من 5 لـ6 سنين. ليه؟ لان الكوستال كارتليج بيكون ديفلوبد، وبالتالي انا باخد منه جرافت وبشكله على هيئه اوريكل، وكذلك علشان ما يحصلش سايكولوجيكال ترابل لما يجي يروح المدرسه، تمام. يبقى ده ديفكت في السايز، يا انوتيا يا مايكرو اوتيا يا ماكرو اوتيا. ديفكت في الشيب اللي هو ايه؟ يا
يعني الشكل بتاعها مش حلو. بات اير، الاذن الخفاشيه اللي هو الودن المطرطقه زي الخفاش كده، تمام. طيب طبعا في ناس كتير من الممثلين انتوا عارفينهم كانوا زمان كده، ودلوقتي بعد ما جالهم فلوس عملوا عمليات بعد ما كان ودانهم مطرطقه كده، تمام، مطرطقه كده، بقت الحمد لله كويس، مغنيين وممثلين. البات اير ده، بص، النورمال انجل ما بين السكال والاوريكل من 20 ل 40، اللي هي الانجل دي ما بين السكال والاوريكل، اعتبرها 30 في المتوسط. لو زادت شويه الانجل دي يبقى بقت بات اير، اذن خفاشيه، تمام، او بروترودنج اير او لوب اير، تمام. برضه بلاستيك سيرجري بيفور سكول ايج. اكسسوري اوريكل، ودن زياده، واحده من السته تيوبريكل انفصلت، بعدت بعيد شويه، كونت اكسسوري اوريكل، بتبقى عباره عن حته كارتليج، كارتليج تاج كفرد ويذ سكين، زي الحته دي شايفها اهي الصوره دي، تلاقي في كارتليج كفرد بسكين، ودي بنشوفها كتير قوي واحنا راكبين المواصلات او حاجه، تلاقي ودن زياده قدام ودنه كده، تمام. طبعا دي البات اير اهي خفاشيه البنت دي، اما اللي تحت دي الاكسسوري اوريكل زي ما انا قلت لك، تمام. التريتمنت لو هي مضايقاها الاكسسوري اوريكل شيلها جراحيا مش مشكله، وممكن تتساب يعني دي مش مشكله. نيجي للبري اوريكولار سيست او ساينس. البري اوريكولار سيست او ساينس بتحصل ما بين الجاب اللي بين السته تيوبريكلز، بمعنى تملي بتبقى عند الروت اوف ذا هيليكس هنا، تمام، بيبقى عباره عن ساينس خرم، وتملي بيجيب ديستشارج سام تايمز مقفول ويكون سيست، يبقى يا اما سيست يا ساينس، عيبه بيحصل ريبيتد انفكشن اند ديستشارج، تمام، عند الروت بتاع الهيليكس. والله طالما في ريبيتد انفكشن وديستشارج سيرجيكال ريموفال، تمام، لكن ملوش اي مشاكل سيرجيكال ريموفال وخلاص. نيجي بقى للكونجينيتال اورال اتريزيا او كونجينيتال ميتال اتريزيا. تعرف قناه الودن اهي والتمبريك ممبرين اهو، ودي بقيه الميدل اير. ايه رايك لو واحد اتولد الاكس راي اليوتري كانال مقفوله اتريجيا او اتريزيا، تمام، مفيش اكس راي اليوتري كانال، الميتاس مقفوله، يبقى اتريزيا. بص مراجعه سريعه كده، ده البات اير، الاذن الخفاشيه، الانجل زي ده ما بين السكال والاوريكل. البنت دي عندها اكسسوري اوريكل اهي، وعلى فكره الميتاس بتاعتها مقفوله، كونجينيتال ميتال اتريزيا او اورال اتريزيا. الولد ده عنده اكسسوري اوريكل اهي، عنده مايكرو اوتيا الاوريكل صغيره، وميتال اتريزيا كمان، مفيش اكس راي اليوتري ميتاس. الولد ده عنده بري اوريكولار ساينس اهو، عنده روت اوف هيليكس، الهيليكس اهي عنده روت اوف هيليكس في خرم اهو، بيجيب ديستشارج وريبيتد انفكشن. الولد ده عنده مايكرو اوتيا اتريزيا واكسسوري اوريكل. الولد ده عنده بري اوريكولار ساينس، لكن كل حاجه عنده نورمال، عنده الروت بتاع الهيليكس، الهيليكس اهي. نيجي بقى للكونجينيتال اورال اتريزيا، الكونجينيتال اورال اتريزيا او الكونجينيتال ميتال اتريزيا. بصوا الصوره دي، العينه دي عندها مايكرو اوتيا، الاوريكلا هي صغيره وديفورمد، وما عندهاش ميتاس، ما فيش اكسترا اليوتري ميتاس، يبقى اسمها اتريزيا. ديفكت في الديفلوبمنت بتاع الفيرست برانكيال ارش، طبعا ممكن تبقى اسوشيت مع ديفكت في الديفلوبمنت بتاع السكند ارش كمان، لكن دي عندها ديفكت في الديفلوبمنت بتاع الفيرست برانكيال ارش، فاتولدت من غير اكسترنال اليوتري كانال. ممكن تبقى اسوشيتد مع ميدل اير انوميلي، هايبوبليزيا في الميدل اير، زي ما مفيش اكسترا كانال ممكن الميدل اير تبقى صغيره او ايفن مش موجوده، هايبوبليزيا او ابليزيا. ممكن الاوسيكل تبقى فيكسد مع بعضيها، ميلياس انكاس ماس فيكسد سندروم، الاثنين ميلياس والانكاس فيكسد واتاتشد كمان للروف بتاع الميدل اير للتجمن، يبقى فيكسد، بس هي ريرلي اسوشيتد مع انر اير انوميليز، كوكلير انوميلي، لكن ممكن. طبعا في قاعده في الطب بيقول لك ايه، لو عيل اتولد بكونجينيتال انوميلي في حته في جسمه دور على الباقي. واحد اتولد بصباع زياده، ايه المانع ان يتولد بكونجينيتال انوميلي في الهارت ولا كونجينيتال انوميلي في جينيتاليا ولا في اي حته في جسمه، انت فاهم؟ وبالتالي ممكن يبقى عنده كونجينيتال انوميلي في الاكسترنال او الميدل اير، وعنده كونجينيتال انوميلي في الانر اير، ولكن رير لان دي امبريولوجيكال اوريجين ودي امبريولوجيكال اوريجين، تمام. الكلينيكال بيكشر بتاع الكونجينيتال اورال اتريزيا، العين ده هيجي لك بايه؟ سيمبتومز وساينز.
اولا لما تبص عليه ممكن يبقى عنده مايكرو اوتيا او انوتيا. مايكرو اوتيا لو الديفكت في الديفلوبمنت بتاع الفيرست ارش بس، انوتيا لو الفيرست والسكند، زي ما انا قلت لك ان الاوريكل بتديفلوب من الفيرست والسكند. تمام، يبقى زي البنوته دي اللي في الصوره دي اللي انا همسح اهو، الصوره دي عندها ايه؟ مايكرو اوتيا اسوشيت مع الميتال اتريزيا. العينه دي عندها كوندكتيف هيرنج لوس لان الاكسترا ايديوتري كانال مقفوله، مولوده من غير اكسترا كانال، وبالتالي عندها كوندكتيف هيرنج لوس. يبقى ميكسد امتى؟ لو معاها انر اير انوملي اللي هو رير زي ما احنا قلنا. تمام، يبقى اكسترا ايديوتري كانال مقفوله كوندكتيف، والانر اير سنسري نيورال، يبقى الاثنين ميكسد وده رير. الانفستيجيشن بتاع الكونجنتال اورال اتريزيا، يعني عيل اتولد بدون اكسترا ايديوتري كانال، على فكره هي ممكن تيجي يونيلاترال وممكن تيجي بايلاترال. تمام، طيب لو عيل اتولد من غير اكسترا ايديوتري كانال، اول حاجه الاولى نعمل له ايه اول ما اتولد في خلال الشهر الاولاني؟ نشوف عنده كوكليا ولا لا، بتسمع ولا لا. يبقى اذا هعمل له مقياس سمع. مقياس سمع ايه يا دكتور؟ عيان بيبي لسه مولود هتعمل له مقياس سمع؟ انت عارف يعني ايه مقياس سمع؟ يعني بتدخله في كشك خشب منعزل بطبقه فلين وانت شايفه من شباك ازاز، وتقول له لما تسمع الزنه ارفع لي ايدك او اضرب لي جرس او اديني اشاره. طب ده بيبي لسه مولود هيعرف يعمل كده؟ لا، يبقى نعمله مقياس سمع بطريقه خاصه اللي هو مقياس سمع بالكمبيوتر، العيانين بيسموه كده، مقياس سمع بالكمبيوتر اللي هو بتدي له فايبريشن تمام او ساوند ويفز وتشوفه وصل للكوكليا ولا لا. بدون ما يرد عليك انت اديته صوت، لو وصل للكوكليا وصل للمخ عن طريق النيرف، انت حاطط بروب فوق السكال هنا، فبعد ما تدي صوت تلاقي البروب اللي فوق السكال ده عمل لك ويفز، يبقى اذا الساوند اللي انت اديته له من هنا وصل للبرين. تمام، وبالتالي يبقى بيسمع. الحركه دي اسمها ايه؟ ايفوكد ريسبونس ايديومتري، بعمل ايفوكينج استثاره اللي هو زي الصوره دي كده. يبقى انا عايز اشوف الكوكليا فانكشننج ولا لا، وعنده نيرف سليم ولا لا، والمخ بتاعه بيستجيب للصوت ولا لا، اللي هو الايفوكد ريسبونس ايديومتري. او يعني احيانا سب ديفيجن منها، الكلام ده هناخده تقريبا في حصه الايديولوجي اللي هي الحصه اللي قبل الاخيره. سب ديفيجن من الايفوكد ريسبونس ايديومتري اسمه اي بي ار، ايديوتري برين ستيم ريسبونس ايديومتري، ايديوتري برين ستيم ريسبونس ايديومتري، اللي هو بستيميوليت الايديوتري نيرف. تمام، بشوف لما اديته صوت الكوكليا اشتغلت ووصلت الصوت ده للنيرف ولا لا، حتى لو مفيش ميتس، ما هو الصوت بيوصل عن طريق البون للكوكليا. تمام، والله لو لقيت الصوت وصل يبقى الكوكليا بتاعته فانكشننج، انا بطمن، يبقى ممكن بعد كده اعمل افتح له اكسترا ايديوتري كانال. تفتح له الاكسترا ايديوتري كانال وتعملها طبعا ات ذا سكول ايج، عند سن المدرسه، عند 5-6 سنين، مش اول ما يتولد، علشان السكال تبقى ديفلوبد وتعرف تعمل دريلنج. طيب قبل ما تعمل له العمليه، شوف انا قلت ايه؟ الايرلي انفستيجيشن ايفوكد ريسبونس ايديومتري او الاي بي ار، علشان عايز اطمن الكوكليا فانكشننج ولا لا. قبل العمليه بقى كبري اوبرتيف انفستيجيشن عند سن 5-6 سنين، تعمل له سي تي اللي هي الصوره اللي انت شايفها قدامك دي، تعمل له سي تي تشوف الثيكنس بتاع الاتريزيا قد ايه. بص انا هشاور لك اهو، الناحيه دي نورمال الاكسترا ايديوتري كانال مفتوحه اهي، الناحيه دي فيها اتريزيا في عظم السد ده اهو، وعلى فكره الفراغ البسيط ده هو الميدل اير كافيتي. تمام، فاذا السي تي بينت لي الاتريزيا دي بوني ولا ممبرينس سكين بس، يعني ممكن السكين هو اللي يبقى قافل بس، او ممكن الكارتليجينس بارت بس، او ممكن بوني وكارتليجينس، فدي بينت لي ان البون قافل اهو. تمام، يبقى الثيكنس بتاع الاتريزيا قد ايه هيبان في السي تي. الميدل اير كافيتي موجود ولا لا وقد ايه، هايبوبلاستيك ولا نورمال، هيبان في السي تي. هيبان في كوكليا هنا ولا لا، اهي في كوكليا اهي. تمام، وبالتالي السي تي باين لي ثلاث حاجات، اللينث او الثيكنس اوف اتريزيا، ميدل اير كافيتي موجود ولا لا وشكله ايه، الكوكليا كمورفولوجي شكلها موجوده ولا لا كاناتومي، لكن طبعا كفانكشن انا بعرفها بمقياس سمع بالكمبيوتر اللي هو الاي بي ار او الايفوكد ريسبونس ايديومتري او الاي ار اي. تمام، التريتمنت بتاع الكونجنتال اورال اتريزيا، عيل اتولد بالاكسترا ايديوتري كانال مقفوله، لو الناحيتين مقفولين يا دكتور اول ما اتولد، انت بتقول مش هتعمل له عمليه الا عند السكول ايج، يعني البري سكول ايج بالظبط 5-6 سنين.
طيب من يوم ما اتولد لغايه سن 5 6 سنين ده هيفضل ما يسمعش؟ طب ما هو مش هيتكلم لو ما بيسمعش كويس، تمام؟ انت بتتكلم ازاي؟ نتيجه لسمعك، فبتتعلم الكلام وبالتالي بتردد. طيب هو دلوقتي مولود بايلاترال كونجنتال اورال او ميتال اتريزيا، يبقى في الحاله دي اركب له سماعه هيرنج ايد، يعني سماعه تركب على البون، بتركب مسامير الاوز كده اسمها بون انكورد هيرنج ايد، باها، بون انكورد هيرنج ايد اختصارها باها، بون انكورد هيرنج ايد، هيرنج ايد يعني سماعه، تمام؟ لو هو العيان ده بايلاترال لغايه سن 5 6 سنين تبتدي تعمل له العمليه. لو يونيلاترال انت مش مستعجل تركب له باها ولا حاجه، لان اوريدي في ناحيه بيسمع بيها، تمام؟ طيب على سن 5 6 سنين هتعمل له ميتوبلاستي او كانالوبلاستي او ميتوكانالوبلاستي، يعني جرى العرف ان ميتوبلاستي دي علشان تفتح له ميتس، كانالوبلاستي لو في بوني اتريزيا علشان بقيه الاكسترا يوتري كانال، او سموها ميتوكانالوبلاستي وخلص نفسك، تمام؟ بتفتح له قناه ود. طب لو عنده الاوريكل مايكرو اوتيا لازم تعمل له بلاستيك سيرجري الاوريكل. السؤال هنا بقى، لو هو عنده مايكرو اوتيا وكونجنتال ميتال اتريزيا تعمل له مين الاول؟ المايكرو اوتيا اللي هو بلاستيك سيرجري اوف ذا اوريكل ولا الميتال اتريزيا؟ لا، اعمل له بلاستيك سيرجري الاوريكل الاول، تمام؟ دكتور التجميل يشتغل الاول، فتقوم بناء على وجود الاوريكل اللي عملها لك دكتور التجميل تفتح له قدامها اكسترا ايريوتري ميتس، لان لو عملت له اكسترا ايريوتري ميتس كانالو بلاست الاول قبل الايريكلوبلاستي، انت بتعمل السكار في السكين وانت بتخرم، وبالتالي السكين ده لما بيحصل فيه سكار دكتور التجميل لما يجي يعمل اوريكل بيشد السكين ده وبيعمل منه اوريكل، فالسكين هيبقى فيه سكار فهيبقى شغل مش صح، وبالتالي الايريكلوبلاست تتعمل الاول وبعد كده تفتح اكسترا ايريوتري كانال قدام الاوريكل الجديده اللي اتعملت. ده الكونجنتال اورال اتريزيا اللي هي ممكن تبقى يونيلاترال او بايلاترال. بصوا بقى، العيان ده هو عنده مايكرو اوتيا وميتال اتريزيا او كونجنتال اورال اتريزيا، عرضنا على اهل العيان ده، تمام، ان احنا نعمل له ايريكلوبلاست الاول، قال لك لا انا ما يهمنيش الشكل، انا يهمني ابني يسمع، تمام؟ وفعلا الولد كان عنده بايلاترال كونجنتال اورال اتريزيا، فطب لو ما يهمك يسمع يبقى هنعمل له هو اللي وافق وخلاص ابوه، فعملنا له ميتوبلاستي او ميتوكانالوبلاستي. طبعا انت شايفها وحشه دلوقتي لان احنا بنفتح الميتس 3 اضعاف قد النورمال ميتس لما بنيجي نعمل ميتوبلاستي، لانها هتكونستريكت بعد كده بفايبرس كونستريكشن بالسكارنج وبالتالي تبقى قد النورمال، فانت شايفها شكلها وحش لانها مفتوحه زياده عن اللزوم لانها هتضيق بعد كده. نيجي بقى للتروماتيك، التروماتيك ديزيز اوف ذا اوريكل. ايه التروماتيك ديزيز اوف ذا اوريكل؟ واحد اتخبط بالبوكس على ودنه جاله هيماتوما تجمع دموي، او عيل دخل فورم بودي في الاكسترا كانال، دخل خرزه او استيكه قلم او قطنه، او واحد اترزع بالقلم على طبله ودنه جاله تروماتيك رابشر في الدرام. التروماتيك رابشر في الدرام هياخده ليتر اون في ديزيز اوف ذا ميدل اير، هيتاجل لغايه ديزيز اوف ذا ميدل اير، تروماتيك ديزيز اوف ذا ميدل اير. الهيماتوما ده عباره عن بلانت تروما بوكس على الاوريكل فادى الى تجمع دموي. التجمع الدموي ده بيبقى بين ايه وايه؟ انت عارف اهو زي دي تجمع دموي. بص ده الكارتليج بتاع الاوريكل، الكارتليج متغطي بريكوندريا وبعدين سكين، فالدم بيتجمع هنا ما بين الكارتليج والبريكوندريوم، تمام؟ لان زي ما انت عارف الكارتليج افاسكولار، البريكوندريوم فاسكولار وهو اللي بيغذي الكارتليج، فالتجمع الدموي ده حصل تحت البريكوندريوم وقعد يكبر يكبر يكبر، وعلشان كده بيعمل ديستنشن فبيعمل بين، تمام؟ بيسموها بوكسرز اير لانها بتيجي لعبه البوكس الملاكمه. بلانت تروما هي نتيجة لبلانت تروما، ما ينفعش شارب لو سكينة تعمل لاسيريشن تهتك، لا دي بلانت تروما. الكلينيكال بيكشر هيبقى سيستيك سويلنج بينفول لأن الهيماتوما عمالة تزيد تزيد تزيد، فبتفصل البريكوندريوم على الكارتليج فبتوجع العيان أهي، تمام؟ بينفول نوت تندر لأن تندرنس إذا ساين أوف انفلاميشن. طبعا هي ممكن تبقى تندر لما يحصل سكندري انفكشن ويبقى أبسس وبريكوندرايتس. الكومبليكيشن دكتور انت قلت لي هي ما بين الكارتليج
والبريكوندريوم الدم حصل هنا، يعني حته الكارتليج دي ما عدلهاش بلاد سبلاي، البريكوندريوم بعد عنها اللي كان بيغذي الكارتليج، علشان ما انا بقول لك الكارتليج واخد دايركت نورشمنت من البريكوندريوم، فالبريكوندريوم بعد فالكارتليج افاسكولار، فيحصل نيكروزس للكارتليج، يحصل له سكندري انفكشن ونيكروزس بريكوندرايتس. وطبعا الكارتليج لما يحصل له بريكوندرايتس يتفتت، وبالتالي لما يجي هيل باي فايبروزس فايبروس كونتراكشر، الكارتليج لو اتدمر ما يكونش كارتليج تاني، يكون فايبروزس، وبالتالي الودن تكرمش تبقى زي الأرنبيطة كولي فلاور اير، يبقى يجي له بريكوندرايتس نيكروز للكارتليج وبعدين بريكوندرايتس فكولي فلاور اير. قبل ما يحصل كده لازم اعالج الهيماتوما اللي هو هديله انتيبيوتيك علشان ما يحصلش سكندري انفكشن في الهيماتوما، تمام، واعمل انسيجن وايفاكيويشن، افتح وافضي الهيماتوما دي، تمام، وافتح فتح كويس، لازم الدم كله يفضى. بس بعد ما تفتح وتفضي البريكوندريوم ما بقاش ماسك في الكارتليج، يبقى بعد ما تفتح وتفضي لازم تحط تايت باندج، يعني رباط جامد، ضماده جامده، تربط الاوريكل في السكال كده علشان البريكوندريوم يرجع يلزق تاني في الكارتليج، وبالتالي يوبليتريت الديد سبيس اللي اتكون ده، تمام. طيب يبقى لازم تايت باندج. بص دي هيماتوما، على فكره الهيماتوما الاول بتبقى حمراء فتزرق فتسود، دي مزرق اهي، تمام، دي انفكتد هيماتوما كونت ابسس اهو، والعين ده هيجي له بريكوندرايتس بعد كده، ده جاله بريكوندرايتس وكل فلاور اير حببت اهي كرمشت، ده بقى لاسيريشن تهتك، ده شارب تروما مش بلانت، سكينه آلة حاده، دي اسمها لاسيريشن، دي محتاجه سوتشرنج. نيجي للفورم بودي في الاكسترا ايديتري كانال. فورم بودي في الاكسترا ايديتري كانال احنا هناخد اربعه فورم بوديز في الانيتي، فورم بودي في الاكسترا كانال، فورم بودي في النوز، فورم بودي في اللارينكس او في الايروي، فورم بودي في الهايبوفارينكس والاسوفجاس، عيل بلع شلن او باريزا او جنيه حديثا معايا، اربعه فورم بوديز في الانيتي. كل ما نذكر كلمه فورم بودي لازم نذكر العنوانين دول، التايب اوف ذا بيشنت والتايب اوف ذا فورم بودي. التايب اوف ذا بيشنت، على فكره في الاربعه فورم بوديز، التايب اوف ذا بيشنت ده مين اللي هيحط خرزه في ودنه، يا تشايلد يا منتالي ريتاردد ادلت، او طالب طب وهو وهو بيذاكر ومش واخد باله وعمال يلعب بلبسه القلم او الاستيكه بتاع القلم فانفصلت، تمام، او بالكوتون ستيك والقطنه انفصلت، يبقى يا تشايلد يا منتالي ريتاردد ادلت، ده نوع العيان. التايب اوف ذا فورم بودي، يا حاجة حية أنيميت، يا حاجة غير حية إن أنيميت. حاجة حية أنيميت طبعا زي الفلايز، زي النمل، كوكروتش الصراصير وهكذا كتير ياما، يعني ده حشرة اهي نحلة في الإكسترا كانال، ياما طلعنا صراصير من الودان، تمام. أكتر حاجة توجع على فكرة النملة، النملة بتقرص وبتبهدل الدنيا وإحنا في الصيف والحر وبتاع، تمام. الإن أنيميت يعني حاجة غير حية، يا فيجيتابل يا نون فيجيتابل، وتفرق ايه هقول لك دلوقتي. فيجيتابل زي البينز والسيدز، ده انا مره يا راجل يا طيب طلعت عود كزبره من ودن عيل، تخيل حطه في ودنه. الفيجيتابل فورم بودي زي اللوبيا، الفاصوليا، الفوله، دي لما تيجي تعمل لها قروش تشرب الميه وتنفش فتتحشر، علشان كده قسموا الفورم بودي لان انيميت فيجيتابل ونان فيجيتابل. النان فيجيتابل بقى زي البيتز الخرزه، زي الصوره اللي قدامك دي خرزه، الكوتون بيس اوف كوتون، البيس اوف تيشوز، البيبرز اللي هي المناديل، الكلينكس اللي هو العيان عمال يلعب بمنديل في حته انفصلت، كتير قوي بنطلع الحاجات دي. يبقى اذا التايب اوف ذا بيشنت يا تشايلد يا منتال ادلت، التايب اوف ذا فورم بودي يا انيميت يا ان انيميت، والان انيميت يا فيجيتابل يا نان فيجيتابل، وقلت لك بنسميهم كده ليه. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الواحد اللي حاطط فورم بادي في الاكسترا ايديتري كانال بتاعته. والله العظيم احيانا بيجي لك عيان وما يعرفش ان في فورم بادي اصلا في الاكسترا ايديتري كانال، حته من القطن انفصلت وبقى لها شهر شهرين ثلاثه ويمكن اكتر، تيجي تبص تقول انت بتسمع ازاي ده في قطنه في ودنك، يقول لك اصل انا كنت بلعب من كام شهر في ودني وبعدين سمعي تقل وطنشت، يعني كتير قوي. المهم هيستوري اوف فورم بادي انسرشن، ده لو هو اوير، تمام. طبعا الطفل مش هيقول لك انا حطيت حاجه في ودني، لكن اهله لاحظوا ان هو ما بيسمعش او شافوه هو بيحط حاجه في ودنه، تمام. يبقى هيستوري اوف فورم بودي انسرشن. اريتيشن اند نويز، لو الفورم بودي ده
انيميت نملة ناموسة دبانة صرصار، تلاقي العيان جاي لك وهو قاعد في ريسبشن بره في العيادة عمال يخبط في البلاط ويدبدب ويصوت لأن النملة بتقرص الدبانة عمالة ترفرف والصرصار عمال برجليه، وبالتالي irritation تمام and noise عمال يصوت العيان. زائد ان بتعمل conductive hearing loss لما تسد الاكسترا ايديوتري كانال اللي هو deafness وتينيتس. بالمناسبه مفيش deafness من غير تينيتس، كل انواع الديفنس لازم يبقى معاها تينيتس. لما اقول ديفنس لازم يبقى معاها تينيتس، يعني العين ده عنده ديفنس تقول سمع تينيتس. ليه؟ سد ودنك بايدك كده، انت كده عندك كونتاكت هيرنج لوس. سمع صوت بحر، يبقى كل الديفنس معاها تينيتس. اي نوع ديفنس يبقى معاها تينيتس، ده قانون. الكومبليكيشن بتاع الفورم بادي في الاكسترا ايديوتري كانال، اولا اتنين كومبليكيشن مهمه جدا، الاتنين كومبليكيشن بيبتدوا بحرف الاي، injury infection تمام. بص الراجل اللي بيلعب في ودنه او العيل اللي بيلعب في ودنه بالقلم الرصاص ده لازم يعور نفسه طبعا injury. بص بقى ده الاكسترا كانال ودي الميدل اير تمام. وهو بيحشر الفرم بادي عور السكين بتاع الاكسترا ايديوتري كانال يبقى injury الاكسترا كانال، او عور الدرام injury للدرام ربشر الدرام. على فكره يوجوال الانجري ما بيحصلش وهو بيدخل الفرم بادي، امال بيحصل امتى؟ والاهل بيحاولوا يشيلوا الفورم بادي، بيعوروا العيان، بيجرحوا الطفل. يبقى اول حاجه الانجري، ثاني حاجه الانفكشن، لنفس المنطقتين بتوع الانجري. يا انفكشن في الاكسترا ايديوتري كانال يجي له التهاب في الاذن الخارجيه اوتايك ستيرنا، يا انفكشن في الميدل اير بعد ما الطبله اتخرمت اوتايتس ميديا. الطبله اتخرمت فرقعت اهي، فيجي انفكشن جوه الميدل اير اوتايتس ميديا. التريتمنت بتاع الفورم بادي في الاكسترا ايديوتري كانال هو انيميت فورم بادي ولا ان انيميت؟ لو انيميت فورم بادي والعين جاي لك يدبدب ويخبط في الصاله بره في ريسبشن، ريحه ازاي؟ يعني هديه شويه، اللي هو ايه؟ اقتل النمله اللي عماله تقرص او الصرصار اللي عمال يرفرف ويتحرك او الدبانه وهكذا. اقتلها بايه؟ بنقطه زيت، شويه زيت كده وحطهم في الاكسترا ايديوتري كانال بتاعته تمام، وخليه يستنى بره 10 دقائق يقوم يهدى. ليه؟ لان الزيت هاي دنسيتي فيكبس على الحشره فيموتها تمام. وبعد 10 دقائق دخله اعمل له قروش، ما ينفعش تعمل له قروش وهو عمال يدبدب، هيتحرك يتعور. فانت تهديه الاول بانك تموت الفرن بادي ده، تموت الحشره. طيب لو ان انيميت فرن بادي هو فيجيتابل ولا نان فيجيتابل؟ فاكر ممنوع تعمل قروش للفيجيتابل لان هيسويل وذ ووتر، هيشرب الميه وينفش وبالتالي يتحشر. فاذا لو فيجيتابل فورم بادي دخل خطاف هوك اللي هو ده، بيبقى آلة كده لها حته مدببه في الاخر تدخلها ورا الفورم بادي وتروح ساحب الفورم بادي بيها تمام. يبقى اذا نو قروش. ممكن كمان لو عندك جهاز شفاط، وما فيش عادة اي ان تي دلوقتي من غير جهاز شفاط، ممكن تدخل شفاط، جهاز شفاط هنا ساكشن هنا اهو، يروح شافط لك الفورم بادي تمام. يبقى لو فيجيتابل يا ساكشن يا هوك وتطلع بيه الفورم بادي، نو ايروش لان هيسويل وذ ووتر. طب لو نان فيجيتابل طلعه باي حاجه بقى، خرزه طلعها باي حاجه، ايروش ممكن، هوك ممكن، ساكشن ممكن تمام. الايروش بيطلعه ازاي؟ بص لايدي كده، لو فورم بادي هنا خرزه هغسله بميه، الميه تروح جايه من ورا الفورم بادي وتروح نخعاه وطرده بره تمام. بس خلي بالك من حاجه، لو الفورم بادي ده كبير ومحشور امباكتد، تيجي تعمل له قروش يتحشر اكتر. يبقى اذا ممنوع تعمل قروش لو العيان ده مدخل في ودنه فيجيتابل فورم بادي، او لو الفورم بادي ده امباكتد محشور، لو جيت تعمل له قروش هيبقى مور امباكتد. طب يا دكتور لو جيت اعمل اطلع الفورم بودي ده باي من الطرق اللي انت قلتها لي الثلاثه، ايروش او هوك او ساكشن، ولقيت التشايلد نوت كوبريتيف عمال يتحرك، كل ما اجي اطلع الفورم عمال يتحرك. الله، طب ما هو عمال يتحرك هيتعور وانا بطلعه، ولو اتعور وجاب نقطه دم هتلاقي الاهل بيضربوا بالصوت ويلبسوك انت القضيه. طب ليه؟ طالما الواد مش كوبريتيف بنجه ما ينفعش في العياده، يبقى لازم اخده مستشفى واديله جنرال اناثيزيا. جنرال انستيزيا طالما العيان نوت كوبريتيف، حتى لو هتدفع من جيبك
البنج، لو الاهل قالوا لك احنا فقراء ومش قادرين على مستشفى، ادفع من جيبك وما تحاولش طالما الواد بيتحرك، والا هيتعور ويجيبوا لك مصيبه. تمام؟ لانه نوت كوبريتيف. نيجي للانفلاماتوري اللي هو البريكوندرايتس. بريكوندرايتس يعني انفلاميشن في البريكوندريوم والكارتليج. بص الاوريك الحمراء زي مرمه، انفلاميشن في بدل مكان ما بين البريكوندريوم اهو، البريكوندريوم اهو والكارتليج اللي هو ده، في هنا دم هيماتوما. لا ده المره دي في باص اصفر اهو، صديد. الاصفر ده صديد ما بين البريكوندريوم والكارتليج. تمام؟ ايه سبب البريكوندرايتس؟ سبب البريكوندرايتس اول حاجه انفكتد هيماتوما، هيماتوما وحصل لها سكندري انفكشن زي ما انا قلت. تاني حاجه انفكتد سيرجيكال ووند، لو بتعمل عمليه في ودن عيان وكان الالات مش معقمه، انفكتد سيرجيكال ووند. تمام؟ تالت حاجه يعني بتعمل عمليه يعني بتشيل بناين تيومر، بتعمل اي حاجه يعني. فرانكل اف سكويزد، دمل لو انت ضغطت عليه وفعصته. على فكره فرانكلين دملين ما تعمل لهمش سكويزنج، ما تضغطش عليهم. دمل هنا في الدينجرس اريا اوف ذا فيس لو ضغطت عليه عملت له سكويزنج، لا كافيرنس ساينس ثرومبوزس، ده كونكتد بالكافيرنس ساينس عن طريق اوفتالميك فينز. ودمل هنا في حوالين الاكسترا كانال وفي الكارتليج لو ضغطت عليه ممكن الانفكشن بالضغطه بتاعتك دي سبريد للكارتليج بريكوندرايتس. على فكره نفس الثلاث اسباب دول اللي هو اسباب البريكوندرايتس بتاع الاوريكل هقولهم في اسباب السبته الابسس في النوز، اللي هو الابسس بتاع النيزل سبته، انفكتد هيماتوما، انفكتد سيرجيكال ووند، فرانكل اف سكويزد. الكلينيكال بيكشر بقى كل المانيفستيشن بتاع الانفلاميشن، ما هي دي ايتس بريكوندرايتس اللي هي ايه؟ هتبقى الاوريكل سوولن ريد هوت تندر بينفول كل حاجه. الهيماتوما كانت بينفول، هنا بقى سوولن ريد هوت تندر بينفول كل حاجه. الكومبليكيشن طبعا هيحصل نيكروزس للكارتليج لان ما عدلوش بلاد سبلاي. تمام؟ وبالتالي هيل باي فايبروزس، يبقى كل فلاور اير، الودن تكرمش زي القرنبيطه. التريتمنت بتاع البريكوندرايتس ايه؟ قبل ما يحصل نيكروز للكارتليج اديله الحقن انتيبيوتيك لوكال وسيستميك، لوكال اوينتمنت وسيستميك اقراص او انجكشن. انالجيزيك لانها بينفول وتندر. انسيجن ودرينج، لازم افتح وافض الصديد ويكون الفتح بتاعي واسع وممكن مالتيبل انسيجن كمان. ليه؟ اصل لو وصل للكارتليج بريكوندرايتس وبيرمننت كل فلاور اير، فانا عايز الحقن. لدرجه وانا بفتح علشان افض الصديد درينج، لو لقيت حته كارتلج ميته نكروزد اشيلها. تشيل جزء ميت دي اسمها ديبرايدمنت، ديبرايدمنت اللي هو تشيل جزء ميت علشان ما تعديش الجزء اللي جنبها. يبقى اذا انسيجن ودرينج، ولو لقيت نكروزد كارتلج اعمله ديبرايدمنت برضه، واعمل تايت باندج بعديها نفس الكلام بتاع الهيماتوما. بص ده الولد ده كان حصل له بيرننج وبالتالي سكندري انفكشن وبريكوندرايتس. الست دي جالها بريكوندرايتس وهي صغيره، جالها كولي فلاور اير، الاذن الارنبيطيه. نيجي للاوتيتس اكسترنا بانواعها، اللي هي انفلاميشن في الاكسترنال ايديوتري كانال. الحقيقه انفلاميشن في الاكسترنال ايديوتري كانال دي ممكن تبقى فايرال نتيجه لفيروس معين، ممكن تبقى فانجل، ممكن تبقى بكتيريال، المشهور قوي البكتيريال، بس لازم ناخد الفيرال. وطبعا الفانجل مشهوره جدا الاوتومايكوزيس. الفيرال ممكن تبقى هيربس سيمبلكس، الهيربس سيمبلكس العادي جدا اللي بيجي لنا كطف حراري، الهيربس سيمبلكس كومن ان يجي حوالين الماوس، ممكن يجي في الاير. تمام؟ في الاوريكل والاكسترا ايديوتري كانال ده كوزد بالهيربس سيمبلكس فيروس، وحدي حاجه مش خطر بتعمل فيزيكلز. تمام؟ عند الاندو فيفر زي الاندو في كومن كولد او حاجه، والعينين يقول لك جاله طف حراري. الهربس زوستر، الهربس زوستر لا ده خطر، ده كوزد بتشيكن بوكس فيروس، تشيكن بوكس فيروس. تمام؟ وبرضه بيعمل فيزيكال، بس الفيزيكال هنا بينفول. الهربس سيمبلكس مش بينفول الا لو حصل سكندري بكتيريال انفكشن، لكن دي بينفول وفي نوع منها هناخده كمان شويه. البولس مايرنجايتس، اذا كانت الفيزيكال فسفوسه اللي هي الهربس زوستر والهربس سيمبلكس بتعمل فيزيكال فسفوسه، فالبولس بقليله، بولس بقليله بقليل كبيره
يبقى الفيزيكال فسفوسه صغيره، البولس بؤليله كبيره. مايرنج بادئه بمعنى طبله، بولس مايرنجايتس يعني بقليل على الطبله زي دي، بؤليله اهي، بؤليله اهي على طبله الودن، بؤليله اهي كبيره على طبله الودن، تمام؟ يبقى بولس مايرنجايتس، مايرنج اللي هي طبله. بتحصل في الاكسترا ايريتري كانال والاوتر لاير اوف ذا درام، السوبرفيشال لاير اوف ذا درام اللي هي السكين، السكين لاير، تمام؟ وبالتالي عباره عن بولي مليانه سيروس فلويد، سام تايمز تبقى مليانه بلاد وتفرقع وتجيب بليدنج بس ما يبقاش جامد، تمام؟ طبعا بتعمل كونداكتيف ديفنس، بس هي دي سيلف ليميتد ديزيز، يعني حديثا بيقولوا عليها انها مش فايرال وانها مايكوبلازمال انفكشن. نيجي بقى للهربس زوستر. الهربس زوستر في نوع اسمه رامسي هانت سندروم او هربس زوستر اوتيكاس. ايه رامسي هانت سندروم ده؟ واحد جاله تشيكن بوكس فيروس وهو صغير، وبعدين التشيكن بوكس راح لحاله، اتاري ما راحش، اتاري التشيكن بوكس فيروس عايش في الجانجليا بتاع النيرف، لان ده نيوروتروبيك فيروس زي ما انت عارف، تمام؟ وبالتالي فضل عايش في الجانجليا بتاع النيرف. فلما كبر وجاله السكر مقاومته قلت، والنيرف كان لسه عايش في الجانجليا، الفيروس كان لسه عايش في الجانجليا بتاع النيرف، فحصل ري اكتيفيشن وفليرنج اب للسيمتوم. ده اللي انت خدته زمان في سنه ثالثه، الحزام الناري هنا، تمام؟ لا ده المره دي هنا. يبقى هو عباره عن تشيكن بوكس فيروس وحصل له اكتيفيشن وهو كبير لما مقاومته قلت، لان تشيكن بوكس فيروس ده نيوروتروبيك فيروس، فراح جايب مانيفستيشن اسمها رامسي هانت سندروم. كان عايش في الجانجليا بتاع انهي نيرف؟ الجانجليا بتوع النيرفين اللي ريليتد للاير، اللي هما مين؟ 7 و8، تمام؟ 7 يجي له فيشال باراليسيس، 8 اسمه فيستيبولو كوكلير، يبقى هيجي له سنسري نيورال هيرنج لوس وفيرتايجو. وهو عباره عن هربس يبقى يعمل فيزيكال وسيفيرلي بينفول لان ده نيوروتروبيك فيروس. وبالتالي رامسي هانت سندروم اربعه سيمتوم مشهورين جدا. اولا اوتالجيا، تمام؟ الفيزيكال بتاعته بينفول لان ده نيوروتروبيك فيروس، اهي فيزيكال اهي. يبقى اوتالجيا وير ايك فيزيكال، ماشي؟ فيشيال باراليسز ليه؟ اصله راح للجينيكيوليت جانجليون بتاع النيرف، بتاع الفيشيال نيرف، الجينيكيوليت اللي هي عند الفيرست جينوم زي ما هناخد ليتر اون. راح للسبايرال جانجليون بتاع الكوكليا يعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس. راح للفيستيبولار جانجليون بتاع الفيستيبيول يعمل بتاع الفيستيبولار نيرف يعمل فيرتايجو. يبقى اذا اربعه سيمتوم. اوتالجيا لانه بينفول نيوروتروبيك فيروس، فيزيكال لانه هربس لازم يعمل فيزيكال اهو، فيشيال باراليسيس اظن ملاحظين بق الراجل ده معوج، يبقى في فيشيال باراليسيس الناحيه دي والفيزيكال بتاعته اهي، تمام؟ وعنده سنسوري نيورال هيرنج لوس لان افكتنج السبايرال جانجليون بتاع الكوكليا و فيستيبولار جانجليون يؤدي الى فيرتايجو، تمام؟ التريتمنت بتاعه ايه؟ علاجه ايه؟ انالجيزك فور بين لانه سيفيرلي بينفول، تمام؟ نيوروتروبيك فيروس. واسايكلوفير كانتي فايرال، لوكال وسيستميك، لوكال مرهم، تمام؟ وسيستميك اسايكلوفير اورال او انجكشن. بص بقى لما بيجي بالاربع حاجات دول اللي هي الاوتالجيا والفيزيكال وسبعه وثمانيه باراليسيز يبقى اسمه رامسي هانت سندروم. Sometimes يجي معاه ترايجيمينال وحاجات تانية ما يبقاش اسمه رامسي هانت سندروم بقى، رامسي هانت سندروم اللي هو الأربع حاجات اللي قلناهم، إير إيك أو أوتالجيا، فيزيكال، وسبعة باراليسيز، وثمانية اللي هو سنسوري نيورال هيرنج روس وفيرتايجو. التريتمنت بتاعه أسايكلوفير. وده زي ما قلت لك تشيكن بوكس فيروس وحصل له ري أكتيفيشن في الكبر لما المقاومة قلت. نيجي للأوتومايكوزيس أو الفانجال إنفكشن في الإكسترا إيريتري كانال. الاوتومايكوزيس، اولا الاوتومايكوزيس ده احفظ المنظر ده، ابيض في اسود. الاورجانيزم اللي بيسببه ايه؟ اسبرجيلا سنايجر، نايجر يعني اسود، تفرز افرازات سوداء، اهي النقط السوداء دي، تمام؟ وكانديدا البكان ابيض، يبقى زي القطن الابيض، يبقى نايجر والبكان ابيض في اسود. ده الاورجانيزم، ده فانجل انفكشن، تمام؟ طبعا الفانجل انفكشن زي ما انت عارف بيجي مع المقاومه القليله، بيجي مع ميه، لان الفانجاي بتجرو في الويت ميديا لما يكون في ميه في الاكسترا كانال او عرق كتير وهكذا.
الكلينيكال بيكشر بتاع الاوتومايكوزس، السيمبتوم بتاع العيان ده، كاركترستيك فيتشر في الاوتومايكوزس اتشنج، تلاقي العيان عمال يهرش في ودنه كل شويه. على فكره اي عيان عنده فانجل انفكشن كده، يعني الفانجل انفكشن ده تملي بيجي في الويت اريا بتاع الجسم، يعني تحت البريست في الستات، في الجروين عند معظم الناس اللي بشرتهم دهنيه وبيعرقوا كتير وهكذا. وبالتالي تلاقي الواحد اللي عنده فانجل انفكشن ماشي يهرش ليه؟ لان الهايفي رجلين الفانجاي داخله في الابيديرمال لاير اوف ذا سكين فتاكله، عنده اكلان معايا. يبقى الايتشنج في الاكسترا يوتري كانال او السكراتش ده معناه فانجل انفكشن، تمام؟ زائد ان الفانجل ماس اللي اتكونت الاوتومايكوتيك ماس دي سدت لي قناه الودن، يبقى هيبقى عنده كونداكتيف هيرنج لوس، كونداكتيف ديفنس، تمام؟ ما تنساش ايتشنج فانجل انفكشن. الساينس بقى لما تحط الاوتوسكوب هتلاقي ايه؟ هتلاقي حاجه زي الويت نيوز بيبر، ورقه الجورنال بيضه والكتابه بالاسود، وعصرتها في ميه وفعصتها بايدك فبانت بيضه ومنقطه اسود. ما انا مش انا قلت لك اسبرجيلاس نايجر وكانديدا البكان، تمام؟ وبالتالي لايك اويت نيوز بيبر، ابيض في اسود. التريتمنت بتاعه ايه؟ لوكال كليننج الاكسترا ايديوتري كانال، يفضل بسكشن، يعني ده اوتومايكوز تيبيكال اهو، ابيض في اسود اهو، والهايف بتاع الفانجاي باينه اهي، تمام؟ طبعا ده يفضل تنظف الاكسترا كانال بالشفاط، ما يفضلش تعمل قروش، لكن ممكن لو عملت قروش طبعا الفانجس بيجرو في الويت ميديا مع الميه، لازم تشفط بعديها علشان الفانجس ما يزيدش بالميه، تمام؟ يبقى لوكال كليننج اتس بيتر باي ساكشن. تدي له انتي فانجل اير دروبس، اوعى تفكر نفسك لما شلت الفانجل ماس الفانجس راح، ده الهايف بتاعه داخله في الابيديرمال لاير اوف ذا سكين، وبالتالي لازم تدي له انتي فانجل اير دروبس زي الحاجه المشهوره النيستاتين اير دروبس. ما نفعتش ندي له حاجه اقوى تركيبه اللي هو ساليسيليك اسيد 2% اسبرين، يعني ساليسيليك اسيد كيراتوليتيك، بيسلخ الكيراتين، بيسلخ الابيديرمال لاير، فيطلع الهايفي بتاع الفانجاي من الابيديرمال لاير اوف ذا سكين. وعلى الكحول، الكحول فانجسايدال 70%، تمام؟ يبقى ساليسيليك اسيد 2% والكحول 70% كفانجسايدال، حاجه كيراتوليتيك تطلع الهايفي وحاجه تموت الفانجس فانجسايدال، تمام؟ او باكينج للاكسترا يوتري كانال، ريبيتد باكينج بكريم انتي فانجل. ايه الكريم الانتي فانجل ده؟ انت عارف الحاجه المشهوره في السوق قوي الكينكون بكريم، انتي فانجل، وفي كذا كريم انتي فانجل، يعني في لوكاستين اللي هو نيستاتين والحاجات دي، تمام؟ احطه على بيس اوف جوز، حته شاشه، واحطه في الاكسترا يوتري كانال وكل يومين اغيره، ده اللي هو لو الحاله ريزيستنت قوي، ماشي الكلام؟ ده الاوتومايكوزس. هناخد الفتره الثانيه في الاير اللي هي السيمتومز والاكزامينشن، وبعد كده نكمل الديزيزز بتاع الاكسترنال اير ان شاء الله. نيجي بعد كده للبكتيريا اللي بقى والتايك ستيرن اللي هي تعبانه معاها، اللي انا عارف ان الحصه دي غلسه جدا، لكن الحقيقه غلسه وطويله، لكن الحقيقه لازم ناخدها قبل ما ندخل على الميدل اير. بنقول البكتيريا الاوتايك ستيرنا انواعها، يا اما لوكالايزد ضمن الفرانكل، والفرانكل معناها ستافيلوكوكال انفكشن في الهير فوليكل، وطالما هير فوليكل يبقى ما يحصلش الا في الاوتر وان ثيرد اونلي، لان ده اللي في الهير فوليكل، تمام؟ يبقى لوكالايزد او سيركمسكرايبد فرانكلوزس فرانكل، يا اما ديفيوز في كل الاكسترا يوتري كانال، كل السكين بتاع الاكسترا يوتري كانال ديفيوز انفليمد ايديميتاس وانفليم، تمام؟ يا اما مالجنانت اللي هي عباره عن ايه؟ انفلاميشن في السكين بتاع الاكسترا كانال اتساب وصل للبون بتاعت اللي هي التمبرال بون، البون بتاع الاير، ايه ده؟ علشان كده سموه مالجنانت، هو مش مالجنانت تيومر، هو مالجنانت انفلاميشن، هو كان سيلولايتس عاديه في السكين اتساب راح عامل انفيجن للبون، بقى اسمه مالجنانت اكسترنا، وده دينجرس وممكن يبقى فيتال. اللوكالايزد اللي هو الفرانكل اول نوع، الديفينيشن ده عباره عن ستافيلوكوكال انفكشن اوف هير فوليكل، يبقى يحصل في الاوتر وان ثيرد اونلي. مين اللي يجي له فرانكلوزس كتير؟ مين فرانكلوزس في اي حته في جسمه؟ الدايبيتكس، الامينيت الواطيه، تمام؟ طبعا اكتر منطقه بقول لك يحصل فيها فرانكلوزس القفا، الناب، تمام؟ بالذات في الدايبيتكس علشان الفاسكولاريتي والمايكرو انجيوباثي. طيب لان بتقل المقاومه بتاعته. بنقول الكلينيكال بيكشر بتاع الدمل، الدمل ده اللي هو الفرانكل، السيمتوم ثلاث اعراض،
ثلاث حاجات. اول حاجه وجع في ودنه بين طبعا هو في دم في الاكسترا كانال، البين ده بيزيد مع المضغ لان التمبرو مانديبولار جوينت دايس على الاكسترا كانال، فلما بمضغ بيضغط توجعه. حط صباعك في ودنك كده وحرك الفك، تلاقي صباعك متحرك، يعني المفصل بيضغط على الاكسترا اليوتري كانال، وبالتالي بين بيزيد مع الماستيكيشن. الدم لما يفرقع يعمل ديستشارج، دم لهو اهو وراح مفرقع جاب ديستشارج. الصوره دي الاكسترا كانال. الديستشارج ده يا ترى ميوكو بيرولانت ازاي؟ ده سكين، سكين ميوكو ليه؟ هو في ميوكوزا؟ يبقى بيرولانت بس، بيرولانت. وطالما سكين يبقى ما بفرش كتير، يبقى قليل، سكانتي. يبقى سكانتي بيرولانت، صديد صافي، ما فيش ميوكوزا، مش ميوكو، تشيزي مجبن، متخزن بقاله فتره، متخزن بقاله 3 4 ايام وراح مفرقع، فتلاقيه زي الجبنه تشيزي. يبقى ليه 3 كاركتر كده ديستشارج، انه سكانتي، سكين سكانتي، انفلاميشن في السكين، بيرولانت صديد صافي، وتشيزي مجبن، تمام. ولما الدم اللي يكبر خالص يسد الاكسترا كانال يبقى يجيب كونتاكتيف هيرنج لوس. يبقى اذا 3 اعراض للدم، بين بيزيد مع الماستيكيشن، ديستشارج لما يفرقع، ديفنس لما يسد قناه الودن، تمام. على فكره هم نفس الثلاثه كاركتر بتاع الديفيزو تايكسترنا، يعني دي لوكالايزد. الساينس بقى في الاكزامينشن هتلاقي ايه؟ اولا تندرنس. تندرنس ازاي؟ يعني هتدوس عليه جوه قناه الودن؟ لا، تدوس على التريجس من بره هنا، تلاقي العين بينط. كل ما تدوس على التريجس تلاقي العين بينط. الله، مش انا قلت لك الاوتر 1 ثيرد بتاع الاكسترنال كانال كارتليجنس بارت ده بتبقى كونتينيوس مع الايريكولار كارتليج دي، تمام. وبالتالي التريجس كونتينيوس مع الكارتليجنس بارت بتاع الاكسترا كانال، فلما تدوس على التريجس كانك دايس على الاوتر كارتليجنس بارت، وبالتالي تبقى تندر تريجس. كذلك لو شديت الاوريكل لفوق تلاقي العين برضو بينط تندر، يبقى التندرنس يا بريشر اون ذا تريجس يا بولينج اوف ذا اوريكل ابوردز. طيب ابص بالاتوسكوب الاقي انترنال سويلنج في الاكسترا اليوتري كانال، فين؟ في الاوتر 1 ثيرد اونلي، التلت اللي بره بس اهو، تمام، لان هو ده اللي فيه الهير فوليكل. وبعدين من بره ممكن الاقي فيه سويلنج طبعا، لان ده دم هيعمل انفادينايتس. اي انفلاميشن في الجسم بيبقى فيه انفلاميشن في المنطقه الانفلامد العاديه، والدريننج ليمف نود تبقى انلارجد فيرم اند تندر. يعني لو عندك تونسلايتس، التونسل انفلامد جوه الاوروفارينكس، وتلاقي عندك النيك نود هنا الليمف نود بتاع الرقبه انلارجد فيرم اند تندر، تمام. لو عندك انفلاميشن في رجلك الانجوينا ليمف نود انلارجد فيرم اند تندر. يعني في سويلنج من جوه هنا في الاكسترا كانال اللي هو الفرانكل، وفي سويلنج من بره اللي هو البري والبوست ريكولار ليمف نود انلارجد فيرم اند تندر ليمفادينايتس. الاوريكل والاكسترا كانال الدريننج ليمف نود اكسترنال. على فكره الميدل اير الدرينج ليمف نود مش من بره، ده على جوه الفارنكس ريترو فارنجيال تحت الميكوزا بتاع الفارنكس. طيب يبقى اذا تندرنس سويلنج من جوه شايفه بالسكوب، وسويلنج من بره شايفه بايده وبدوس عليه ولقيته تندر اللي هي الليمف نود. الانفستيجيشن، العيان ده لو جاله كذا مره فرانكل يبقى اعمل له البلاد شوجر، اعمل له البلاد شوجر، تمام، لان زي ما انا قلت لك كومن في الدايبيتكس. طيب مالتيبل ريكارنت فرانكلوزيس ايكوال دايبيتس، التريتمنت بقى بتاع الحاله دي ايه؟ مش هي بينفول، تمام، يبقى هديله انالجيزك. مش هي ايتس انفلاميشن، يبقى هديله انتيبايوتكس. ده جنرال. لوكال لازم انضف الاكسترا اليوتري كانال، يفضل ساكشن، ما ينفعش ايروش لان ده بكتيريال انفكشن، هتيجي تغسل له ودنه هيحصل سبريد للبكتيريال انفكشن فيزيد، يبقى لازم لوكال كليننج بساكشن. بنقول بديله 10% جليسرين اكتيول اير دروبس، يا موجوده في الصيدليات وما زلنا بنستخدمها الحقيقه. 10% جليسرين اكتيول اير دروبس اللي هو، بص فاكر لما اهلك يقول لك ايه؟ لما يبقى في دم في الايد او خراج بيحطوا عليه المرهم الاسود، بيسموه الناس البلدي يسموه مرهم اكتيول. كذلك منه نقط، طب ما هو ده دم في الاكسترا كانال، احط له نقط اكتيول اللي هي نقط جليسرين اكتيول، تمام. ليه جليسرين اكتيول؟ اولا الجليسرين هيجروسكوبيك، بص الدم اللي اهو، تمام، لما الجليسرين بيتحط في الاكسترا كانال هيجروسكوبيك، بشفط الميه
بيفتح مسامات السكين ويشفط الميه من جوه الدمل. تمام؟ يبقى هيجروسكوبيك، يبقى بيقلل لما بيشفط الميه بيقلل البريشر جوه الدمل. دي حاجه. الحاجه الثانيه جليسرين هيجروسكوبيك اكتيول كاونتر اريتانت، يعني يحسسه بإريتيشن فينسى البين، زي ما راسك تبقى مصدعه تربطها برباط تحس بالربطه وما تحسش بالهيدك. تمام؟ كاونتر اريتانت، يبقى الجليسرين هيجروسكوبيك والاكتيول كاونتر اريتانت. طب يا دكتور لو ما خفش بالجليسرين اكتيول ادي له حاجه اقوى، اللي هو ايه؟ ريبيتد باكينج للاكسري اريتري كانال، برضو على بيس اوف جوز حته شاشه، واحط عليها كريم يحتوي على انتيبايوتيك مضاد حيوي، يحتوي على كورتيزون ستيرويد. تمام؟ واحطها في الاكسري اريتري كانال وكل يومين ثلاثه اغيرها، برضو كان يكون بكريم اللي هو في انتي فانجل وانتيبايوتيك وستيرويد. تمام؟ دكتور لو الفرانكل ده عمل ابسس اعمل له ايه؟ مفيش ابسس من غير انسيجن ودرينج. اي خراج اي مكان يتكون في صديد لازم انسيجن اند درينج. وخلي بالك من الان بي الحمراء دي، افويد سكويزنج اوف فرانكل. ليه يا دكتور؟ فرانكلين، واحد هنا لو عملت له سكويزنج يجي لك بريكوندرايتس، واحد هنا لو عملت له سكويزنج يجي لك كافرنا سانا ثرومبوس. فاكر؟ فافويد سكويزنج اوف فرانكل. بص بقى الفيديو ده، الحكيمه دي جت لنا في العياده الخارجيه عندها فرانكل، صورتها كده علشان ابينها لك اهو. بص انا بدوس على او النايب بيدوس على التريجس وهي تندر اهي. اي اي تتوجع طبعا، ما تدوس جامد يا دكتور، سيفيرلي تندر. تمام؟ نيجي بقى للديفيوز اوتايك اكسترنال. الديفيوز اوتايك اكسترنال ده ديفيوز انفلاميشن في الاكسترنال ايديوتري كانال، ديفيوز انفلاميشن في الاكسترنال ايديوتري كانال. البري ديسبوزنج فاكتور، على فكره البري ديسبوزنج فاكتور للفرانكل هي البري ديسبوزنج فاكتور للديفيوز اوتايك اكسترنال، بس يمكن احنا بنقولها هنا خمسه وهناك دايابيتس، هما الاثنين واحد. قولهم اللي هو ايه؟ دايابيتس هما خمسه اس، شوجر اللي هي دايابيتس وما تكتبهاش في الامتحان شوجر، يبقى دايابيتكس. تمام؟ يجي لهم فرانكل ويجي لهم ديفيوز اوتايك اكسترنال كتير. ومين تاني اللي بيلعب في ودنه كتير؟ سكراتش في الاكسترا كانال، تاني اس سكراتش. واحد بعد ما ينزل من عربيته قبل ما يحط مفتاح العربيه في جيبه يحطه في ودنه وعمال يلعب. واحد طول ما هو قاعد يذاكر عمال يلعب بلبسه القلم وهكذا، فبيعمل سكراتش الشروخ في السكين فيجي له سكندري بكتيريال انفكشن. سويمنج انفكتد سويمنج بول، بعد ما يلغوا الحظر ان شاء الله، واحد منكم راح النادي ونزل البسين بتاع النادي وكان في واحد ابن حلال معكر المايه قبليه وانفكتد، فالمايه دخلت الاكسترا كانال عملت سكندري انفكشن لحد لا قدر الله. يبقى سويمنج انفكتد سويمنج بول. سويتنج اف اكسسيف، طبعا العرق كتير. على فكره تملي الديفيوز اوتايك اكسترنا بتحصل في الصيف مع العرق الكتير، العرق يحصل سكندري بكتيريال انفكشن. وعلشان كده جنوب شرق اسيا مع الهيوميديتي تلاقي فيه الديفيوز اوتايك اكسترنا كتير قوي. وعلى فكره بيسموها احيانا سامرز اير مع العرق، سامرز اير. وممكن كمان يسموها سويمرز اير لانها بتيجي مع البيسين والانفكتد ووتر. اخر سبب اللي هو اخر اس سيبوريا، العينين اللي بيجي لهم قشر فروه راسهم كتير، فيجي يشيل القشر، طبعا فروه الراس السكين بتاع الراس هو السكين بتاع الاكسترا ايديوتري كانال، وبالتالي بيكون قشر برضه في فروه راس في الاكسترا كانال، يجي يشيل القشر فيجي له سكندري بكتيريال انفكشن. الكلينيكال بيكشر نفس السيمتوم بتاع الفرانكل بالظبط، يعني البين بيزيد اثناء السيمتومز، البين بيزيد اثناء الماستيكيشن، الديستشارج برضه سكانتي وبيرولنت، مفيش ميكوزا بس مش تشيزي لانه مفيش سبيس زي الفرانكل مزنوق فيه بقاله فتره، وبالتالي فيه ديفيوز اوز، فسكانتي وبيرولنت، سكين سكانتي. وديفنس لما قناه الودن تورم زي دي، ورمت وقفلت معايا. الساينس نفس الثلاثه، تندرنس ان بريشر اون ذا تريجاس او ويلنج الاوريكل ابوردز، انترنال سويلنج بس المره دي مش في الاوتر وان ثيرد بس، لان ده مش ستافيلوكوكال انفكشن، ده اي اورجانيزم ممكن يعمله، وبالتالي ديفيوز ايديما، ايديما ورمان في الاكسترا ايديوتري كانال. واكسترال سويلنج هو بتاع الفرانكل اللي هو اكسترال لمفادنايتس بري وبوست اريكولار لمف نود اللارج فيرمنت تندر. بص للست دي كان عندها ديفيوز اوتايك اكسترنال
والنايب بيعمل الساين اللي هي التندرنس بريشر اون ذا تريجس، حتى هي بين التريجس من بره والاكسترا كانال بين حمراء كده سنه. بص بقى وهو بيدوس على التريجس، العينه دي عيطت على فكره، بص وهو عنده اورجازم علشان عايز العينه تعيط علشان يتبسط. طبعا سيفيرلي تندر، سيفيرلي تندر. بص ما سابهاش غير لما عيطت. الانفستيجيشن بتاع الديفيوز اوبتيك ستيرن، بنقول هتعمل للعيان ده بلاد شوجر. لو الحاله دي ريكرنت طبعا ما هي زي الفرانكل. طيب كالشر ستيفتي للديستشارج علشان اعرف نوع الاورجانيزم. لو الحاله دي ريزيستنت يعني انا هبتدي ببرود سبيكترم انتيبايوتيك ما جابش نتيجه يبقى كالشر ستيفتي للديستشارج. بالمناسبه انا ما طلبتش كالشر ستيفتي للديستشارج في الفرانكل لان معروف ان ستافيلوكوكال انفكشن. التريتمنت نفس الكلام، جنرال انتيبايوتكس وانالجيزكس لوكال. هنا بقى لوكال كلينيكال اكسري يوتري كانال زي الفرانكل فريكوانت ساكشن، ما ينفعش ايروش لان ده بكتيريال هيحصل سبريد للانفكشن. ادي له اير دروبس 8% المونيوم اسيتات، ممكن اعمل لها باكينج او دروبس عاديه. ليه؟ اصل دي ايديميتاس سولن وايديميتاس اكسري يوتري كانال، والالومنيوم اسيتات استرينجنت اللي هو لي سوزنج اكشن انتي ايديميتاس تلطيف. تمام؟ يبقى 8% المونيوم اسيتات ما ينفعش، يبقى اعمل باكينج الاكسري يوتري كانال بكريم بيس اوف جوز حته شاشه عليها كريم انتيبايوتيكو ستيرويد انتيبايوتيكو كورتيزون. تمام؟ الكورتيزون كانتي انفلاماتوري وانتي ايديميتاس، والانتيبايوتيك ك علشان يموت الاورجانيزم. المالجنانت اكسترنا بقى اسمها الثاني سكالبيز اوستومالايتس. تمام؟ اسمها الثالث نيكروتايزنج اوتايكسترنا لان بتعمل نيكروس لكل التشو. تمام؟ يعني ايه سكالبيز اوستومالايتس؟ لان بيحصل انفلاميشن في البون بتاع السكالبيز اللي هي التمبرال بون. التمبرال بون ده جزء من السكالبيز. هي كانت ايه يا دكتور؟ هي كانت سيلولايتس انفلاميشن في السكين بتاع الاكسترا كانال، ونظرا لان الاورجانيزم مجرم هايلي فيريولنت والاميونيتي بتاع العين واطيه قوي، الاورجانيزم ده تجرأ ودخل على العظم. يعني كان سيلولايتس اتساب وصل للبون بقى اوستومالايتس. سيلولايتس اتساب بقى اوستومالايتس، وعلشان كده بيعمل نكروس لكل التيشو وبيعمل اوستومالايتس، وممكن يؤدي الى مننجايتس وبرين ابسس بعد كده، وممكن يؤدي الى كرينيال نيرف باراليسز، الكرينيال نيرفز اللي خارجه من الفورامينا بتاع السكال بيز. الكوست اوف اورجانيزم المالجنانت اكسترنا كوست باي اورجانيزم ريزل جدا 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 اجريسيف سودوموناس ارجينوزا. تمام؟ اللي هو ما بيموتش غير بالكينيلونز، انتيبايوتيك اسمه فلوروكينيلونز او المجموعه دي. البريديسبوزنج فاكتور ده مين اللي هيحصل له مالجنانت اكسترنا؟ اكيد الدايبيتكس، اكيد اللي مقاومته قليله او عنده الايدز او حاجه. تمام؟ بالذات الدايبيتكس. انا عمري ما شفت مالجنانت اكسترنا الا في الدايبيتكس، اللهم الا الناس اللي عندهم رينال فيلير والاميونيتي بتاعتهم ضعيفه. بص بقى ثلاثة ديزيزز بيحصلوا في الدايبيتك والثلاثه فيتال في الاينتي، هناخدهم. المالجنانت اكسترنا هايلي فيتال نكروس للتيشو وسكالبيز اوستومالايتس. بيتروزايتس ايه ده؟ ايه اللي خلى الانفلاميشن يوصل للبيتراس ايبكس؟ دايبيتكس لازم العين يبقى دايبيتك. وميوكورمايكوزيس او سيفير فانجل انفكشن في النوز، وبالتالي التيشو دي كلها بتتاكل، برضه يحصل في الدايبيتكس. الكلينيكال بيكشر بتاع المالجنانت اكسترنا السيمتوم ما هي زي الديفيوز اوبتيكسترنا، يعني بين تمام في الاير ديستشارج وسكانتي وبيورلنت. تمام؟ ويبقى بين وديستشارج ماشي الكلام، ولما الاكسري يوتري كانال تورم ديفنس. بس في حاجه بقى يا دكتور، البين هل زي الاوتايك ستيرن العاديه؟ لا، ده الانفلاميشن وصل للعظم ديبلي سيتد سيفير برلونجد ما بيخفش بالانتيبايوتيك. على فكره لو الاوتايك ستيرن قعدت اكتر من اسبوعين شك في مالجنا تايك ستيرن. لو الاوتايك ستيرن العاديه قعدت اكتر من اسبوعين شك ان دي مالجنا تايك ستيرن. الساينس بقى يبقى البين ديبلي سيتد جوه في العظم وسيفير وبرلونجد بقاله فتره اكتر من اسبوعين. الساينس زي برضو الديفيوز اوتيكسترن، دوس له على التريجس هتلاقيها تندر، بس اكتر حته تندر لما تدوس على التمبانيك رينج من تحت من هنا لان العظم انفليمد. بس في حاجه كاركترستيك بقى للمالجنانت اوتيكسترن. ايه هي الحاجه اللي كاركترستيك دي؟ لما تحط الاوتوسكوب هنا في الاكسترا كانال تلاقي جرانيوليشن في الفلور
عند البوني كارتليجنال جانكشن. انت عارف اي جانكشن الاكتيفيتي بتاعته بتبقى عاليه جانكشنال اريا من تشو لتشو اخرى, يعني من كارتليج البون, وبالتالي الريباراتيف ابيليتي بتاع التشو عاليه جدا. فالانفلاماتوري اكشن بيبقى سيفير, تروح مكونه جرانيوليشن تشو اللي هي دي. يبقى هذا بص كده في الاكسترا كانال كده اهو, هنا الاقي في جرانيوليشن تشو هنا على الفلور بتاع الاكسترا كانال, طلعت من البوني كارتليجنال جانكشن. تمام, دي حاجه كاركترستيك في المالجنوت اكسترنال, تشو حمراء ومحببه زي الفراوله. يعني ازاي تموت من الاخر, يعني هتبقى اكستند, بيحصل لها اكستنشن للاستالوموس سولفر من ورا, فتضغط على الفيشل نيرف, فيشل باراليسيس اللي هو طالع من الاستالوموس سولفر, تطلع على قدام عن طريق فورامين اوف سنترين سنتوريني في من الاكسترا يوتري كانال على الباروتيد, يجي له باروتايتس, وبعدين تروح على ورا على الجاجولار فورامين اللي نازل منها اللور فور كرينيال نيرفز, يجي له اللور فور كرينيال نيرف باراليسيس. وممكن تروح على البيتراس ايبكس قدام, دي البيتراس بون مشدود على البيتراس ايبكس 5 و6 كرينيال نيرفز, فتؤدي الى 5 و6 باراليسيس, وخاصه 5 ترايجيمينال فيشيال بين, لان الترايجيمينال زي ما احنا عارفين هو اللي بيغذي الفيس بالسنسيشن. الانفستيجيشنز بتاع المالجنانت اكسترنال, اولا الاورجانيزم اسمه سيدوموناس ارجينوزا, فبالتالي هنعمل كالتشر سيستيفيتي, لو لقينا سيدوموناس ارجينوزا يبقى ده الاورجانيزم المسبب للمالجنانت اكسترنال. العيانه دايابيتك يبقى لازم اعمل بلاد شوجر, لو لقينا الاثنين دول يبقى غالبا انا شاكك في مالجنانت اكسترنال. تمام, هعمل سيتي سكان, الله مش في استومالايتس, لو لقيت في سيكوستريشن وبون نكروزس يبقى ده استومالايتس. في حاجه اسمها جاليوم وتكنيشيوم بون سكان, دول الموست سبيسيفيك لتشخيص المالجنانت اكسترنال. ليه؟ التكنيشيوم بيبقى تيكن ابزوربد بالاوستيوبلاست الانفلاماتوري سيلز بتاع العظم, والجاليوم بيبقى ابزوربد بالانفلاماتوري سيلز بتاع السوفت تيشو اللي هي السيلولايتس اللي هي الليوكوسايتس. تمام, وبالتالي التكنيشيوم والجاليوم بون سكان ده هايلي سبيسيفيك للمالجنانت اكسترنال. وكذلك العين ده عنده جرانيوليشن في الفلور, طب وايه المانع ان احنا ناخد بايوبسي من الجرانيوليشن دي؟ لو طلعت انفلاماتوري خلاص انا شخصت, لان دي برضه عيانين كبار في السن لا قدر الله ممكن يبقوا مالجنانت, مالجنانت تيومر بقى مش انفلاميشن. طلعت انفلاماتوري خلاص التريتمنت, طبعا دي حاجه تموت, يبقى هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس, ده حاجه مهمه جدا, اي حاجه تموت لازم هوسبيتاليزيشن اند كنترول اوف دايابيتس. انتيبايوتكس, ايه الانتيبايوتك اللي اجينا السيموس ارجينوزا؟ الكنيلونز, الفلوروكنيلونز زي السيبروفلوكساسين, ده سيستميك ولوكال في نقط سيبروفلوكساسين اير دروبس اللي هي نقط اسمها سيبرو. كذلك كان زمان قبل الادفانسمنت بتاع الانتيبايوتك الجامده اللي موجوده دلوقتي كنا بنحتاج نشيل النكروتيك بون اللي هي نعمل سيرجيكال ديبرايدمنت, دلوقتي ريرلي نيدد. تمام, نيو بلاستيك اللي يجي في الاير في الاكسترنال اير طبعا ده رير مش كومن, بيناين بابلوما, ممكن تيجي بابلوما من السكين, الكومنست بيناين تيومر اول اوفر ذا بودي لو انت لغيت النيفاس يبقى البابلوما, او نيفاس لو انت اعتبرتها تيومر. تمام, كوندروما تيجي من الكارتليج بتاع الاوريكل, ماشي, ممكن مالجنانت زي سكويما سيل كارسينوما او بيزل سيل كارسينوما رودنت السر بتتسشن الاوركل دي اكسبوزد للسان ريز وبالتالي ممكن يجي لها كارسينوما اللي هي الرودنت السر اللي هي البيزل سيل كارسينوما لوكالي مالجنانت تيومر. تيومر في الاكسترا ايريتري كانال بقى بيناين اكزوستوزيس اللي هي عباره عن استيوما, استيوما في الاكسترا ايريتري كانال, ممكن تيجي سنجل زي دي, الصوره دي سنجل اهي تمبريك ممبرين باين اهو دي استيوما, وممكن تيجي مالتيبل زي الصوره دي مالتيبل اكزوستوزيس. تمام, يبقى ممكن تيجي سنجل سوليتري, ممكن تيجي مالتيبل, ممكن تيجي يونيلاترال, ممكن تيجي بايلاترال. وعلى فكره دي بتيجي في الجماعه اللي بينزلوا البسين والبحر في او بياخدوا دش في عز التلج في الشتاء بميه ساقعه, بتيجي للكولد سويمرز. تمام, ليه الله اعلم. ممكن مالجنانت تيجي في الاكسترا يوريتري كانال سكوناس الكارسينوما, ما هو سكين, ودي هناخدها في تبع الميدل اير كارسينوما. نيجي بعد كده للاير واكس, طبعا انت عارف الواكس ده بيفرز من الاوتر 1/3 بتاع الاكسترا يوريتري كانال بالسبيشيوس والسيلومينس جلانس, ده نورمال سكريشن, الواحد اللي بشره دهنيه عنده سبيشيوس وسيلومينس جلانس كتير فهتفرز واكس كتير. بص كده في
في الاوتر وان ثيرد اونلي. بص الصوره دي الانيميشن ده. اوه في الاوتر وان ثيرد اونلي، الجزء اللي جوه ما فيش فيه واكس، يبقى لو الاوتر وان ثيرد اونلي هو اللي بيكون الواكس. تمام. It is usually cleared spontaneous لوحدي بالإبيثيليال migration. ازاي يعني؟ هو بيفرز ويطرد لوحده كده. بص اهو، واحد حط نقطة حبر في المنطقة دي، تمام، لقاها بالظبط، هو حطها على التمبريك ممبرين، لقاها بعد اسبوعين لثلاث اسابيع اطردت لوحديها. ازاي؟ انك سبوت تيست. قال لك ان في السكين ده بيميجريت زي ما الجلد بتاع ايدك ده بيغير نفسه من تحت لفوق، يعني هو بيموت ويغير نفسه من تحت لفوق ويطرد من غير ما تشوفه، الجلد بيغير نفسه. كذلك السكين بتاع الاكسلريتري كانال في حاجه اسمها ايثيلو مايجريشن، يعني هو بيميجريت من جوه لبره ويطرد، ويميجريت من جوه لبره ويطرد وهكذا. فكذلك وهو الابيثيليوم ده وهو بيميجريت بيطرد مع الواكس. وبرضه حركه التمبروماندبولار جوينت مع المضغ برضه بتساعد في طرد الواكس الى حد ما. اللي بيتكون عنده واكس كتير وبيتحشر في الاكسيرا كانال بيسد قناه الودن زي الصوره دي، فيجي له كونداكتيف هيرنج لوس. احيانا بعد ما ناخد دش نلاقي ودننا اتسدت ومطننه ان شويه ميه دخلوا وكان في واكس خفيف، فالميه الواكس شرب الميه نفش، تمام، وبالتالي بتيجي تملي سدة الودن بعد الباثنج والسويمنج، بعد الدش او نزول البحر او البسين، علشان الواكس نفش يعمل لي ديفنس وتينيتس. مفيش ديفنس من غير تينيتس زي ما انا قلت، تمام، زي ما قلت لك سد ودنك بايدك هيحصل كونداكتيف ديفنس وبالتالي يبقى معاه تينيتس زي وش البحر. طيب يبقى ديفنس وتينيتس لما الواكس يبقى سادد زي الصوره دي او الصوره اللي تحتها دي. لما تيجي تحط الاوتوسكوب هتشوف الواكس، الواكس ده يا اما لونه اصفر زي الصوره دي لو هو لسه مفرز حديثا، يا اما تساب نشف اسود حصل له اوكسيديشن زي الصوره دي، يبقى يا يلوش بيبقى سوفت واكس لسه حديث، يا اما هارد واكس اوكسيدايزد اسود. معايا؟ طيب ده هتشوفه بالاوتوسكوب. التريتمنت بتاع الواكس اروش اغسل له ودنه هيطلع، وممكن سكشن، تمام. بس في حاجه، لو هو هارد واكس زي الصوره دي يبقى لازم تسيح الواكس الاول، تديسولف الواكس الاول. هتديسولف الواكس بجليسرين بايكربونيت. خلي بالك تاني مره ناخد كلمه جليسرين، خدنا جليسرين اكتيول بحطه للفرانكل، ودلوقتي جليسرين بايكربونيت لان انت عارف ماده البايكربونيت دي بتدوب، تمام، وبالتالي جليسرين بايكربونيت بحطها له نقط في ودنه ثلاث مرات في اليوم لمده ثلاث ايام، بعد ثلاث ايام يجي يغسل. طب لو واحد راجل مهم بقى وعايز يغسل ودنه النهارده، حط له هيدروجين بروكسايد ويستنى بره 10 دقائق ربع ساعه ويدخل ميه الاكسجين بتدوب الواكس. بس هي مش فيسيولوجيكال، المور فيسيولوجيكال الجليسترين بايكربونيت، لكن لو انت مستعجل انك تغسل له او لو العين نفسه هو مستعجل. نيجي بقى لموضوع القروش، موضوع القروش غسيل الودن اخر سبجكت في الحاجات الغلسه دي بتاع الاكسترنال اير. امتى تعمل قروش للعيان؟ ايه الانديكيشن؟ لو لازم واكس الاول، يعني هو الكومنست انديكيشن واكس اف اكسسيف اور امباكت. على فكره كلنا عندنا واكس في ودانا. امتى تحتاج تعمل قروش؟ لو الواكس ده كتير لدرجه تسدد السمع، اما لو واكس خفيف طز. يبقى لو الواكس اكسسيف او امباكتد. طيب لو في فورم بادي في الاكسيرا كانال، سادد وعيل حط فورم بادي في ودنه، بشرط ما يكونش امباكتد محشور ولا فيجيتابل لانه هيشرب الميه وينفش، تمام. طيب يبقى الواكس او فرم بادي، وخلي بالك في هنا ان بي، لو الفرم بادي ده انسكت حاجه انيميت موته الاول باويل دروبس. ممكن اوتومايكوزيس، بس انا قلت لك مش مفضل، لان الفنجس بيجرؤ نويت ميديا، لكن مش ممنوع انك تعمل قروش وبعدها تنشف بسكشن. يفضل في الاوتومايكوز تعمل سكشن من البدايه، ولكن مش ممنوع انك تعمل قروش. اخر حاجه ممكن في الكالوريك تيست. يعني ايه كالوريك تيست؟ كالوريك تيست اللي هي الصوره دي. كالوريك تيست ده بعمل للعيان كالوريك رياكشن، بعمل تيستنج للفانكشن بتاع الاير. هي الفانكشن بتاع الاير ايه؟ الفانكشن بتاع الاير اتنين، هيرنج وايكوليبريم. الانر اير كفيستيبولار بارت حساس للحراره، فايه رايك لو غسلنا له مره ودنه بميه بارده ومره بميه سخنه؟ يعني جبت ميه مره بارده، بارده قد ايه وسخنه قد ايه؟ ده هناخدها لتر اون في الفيرتايجو.
يعني درجة حرارة الجسم 37، هنغسله مرة بمية باردة أقل من درجة حرارة الجسم ب7، ومرة بمية سخنة أكتر من درجة حرارة الجسم ب7. لما المنطقة دي تسخن، الإكسترا كانال، الهواء اللي في الميدل إير يسخن أو يبرد العكس، تمام؟ يعني لما تسخن الإكسترا كانال أو تبردها، الهواء اللي في الميدل إير يسخن أو يبرد، فالفلويد بتاع الإنر إير يسخن أو يبرد، فالعيان يجي له فيرتايجو، كالوريك رياكشن. لأن زي ما أنا قلت لك الفيستيبولار بارت حساس للحرارة. فايه رايك ان خدنا الفكره دي وغسلنا ودن العيان مره بميه بارده ومره بميه سخنه، فجاله فيرتايجو، يبقى الانر اير بتاعته شغاله. الفيرتايجو قعد قد ايه؟ تمام؟ يعني شغاله كويس ولا نص نص؟ لها حسابات معينه هناخدها بعدين. ده الكالوريك رياكشن، ان احنا بنعمل له ارووش مره بميه بارده ومره بميه سخنه. يبقى اذا الانديكيشن اربعه، اولهم الواكس واهمهم، تمام؟ ونقول الكلام اللي قلناه، فورم بودي بشرط ما يكونش امباكتد ولا فيجيتابل، ولو انسكت تقتله باويل دروبس، اوتومايكوز بس ما يفضلش، يفضل ساكشن لان الفانجاي بتجرو ان ويت ميديا. الكالوريك رياكشن علشان اشوف تيستنج للفانكشن بتاع الفيستيبولار بارت اوف ذا انر اير، هيجي له فيرتايجو ونستاجموس ولا لا لما اغسل له بميه بارده او سخنه. نيجي بعد كده للكونترا اندكيشن بتاع القروش. طبعا لو في بيرفوريشن في الدرام، ايه ده؟ لو الطبله مخرومه هتغسل له قروش، هتعمل له قروش ازاي؟ يعني الطبله مخرومه اهي، هتعمل ايروش، الميه هتدخل جوه الميدل اير، هتعمل سكندري بكتيريال انفكشن. يبقى ما تعملش ايروش لو في بيرفوريت الدرام. سيان البرفوريشن ده كان تروماتيك نتيجه لتروما زي دي، التروماتيك رابشر اهو، او كان باثولوجيكال، عنده كرونيك سابريت فوتايتس ميديا من زمان، سي اس او ام اللي هو كرونيك سابريت فوتايتس ميديا، وخرمله الطبله وحظه حلو وناشفه، فانت لما بتعمل له ايروش بتدخل فيها ميه تجيب سكندري انفكشن. لو فورم بودي زي ما قلت لك امباكتد او فيجيتابل، الامباكتد هيتحشر اكتر والفيجيتابل هيسويل وذ ووتر، او تايكسترنا بكتيريال او فيرال هيسبريد وذ انفكشن زي العين ده. افويد، بص بقى لو عين عنده واكس، افويد انك تقعد تلعب بمسبر او بالكوتون ستيك دي في ودن العيان وتحاول تطلع الواكس، او افويد كمان ان العين يعمل الحركات دي، لا يا ايروش يا ساكشن. التكنيك بقى بتاع القروش مهم، وانت امتياز انت بتضطر تعمل قروش كتير للعيانين. اولا لازم العيان يبقى قاعد على كرسي زي ده، تمام؟ ليه؟ لانه لو واقف وجاله فازوفيجال اتاك او عملت استيميليشن بميه ساقعه او سخنه، ما انت مش عارف، وجاله فيرتايجو ممكن يقع، وبالتالي لازم العيان يبقى قاعد، شود بي سيتد. ولازم تحط فوطه تحت كتفه، يبقى لازم فوق كتفه تحت ودنه، يعني لازم تاول كفرنج هيد كلوثس على كتفه، ولازم السرنجه تبقى مليانه ميه دافيه. دافيه قد ايه؟ زي درجه حراره الجسم 37، يبقى السرنجه دي تبقى مليانه ميه دافيه زي درجه حراره الجسم اللي هي 37، علشان لا يجي له فيرتايجو ولا نستاجموس. لو ساقعه او سخنه ممكن يحصل كالوريك رياكشن، انت مش ناوي تعمل له كالوريك تيست، تمام؟ يبقى 37 درجه. لازم البوش بتاع السرنجه ده، البوش ده يبقى دايركت بوست ريسيبيريور. بص بقى الاكسيرا ايونتري كانال الدراما اهي والاكسيرا اهي، تمام؟ البوش بتاع السرنجه ده يبقى دايركت كده بوست ريسيبيريور، علشان لما تضرب الميه تروح تربه في الاكسيرا كانال، قوتها تضعف فتروح لفه وطالعه. عارف لو انت سلطتها دايركت على التمبريك ممبرين، مبروك خرمت الطبله. يبقى لازم السرنجه تتسلط بوست ريسيبيريور اهي، بوست ريسيبيريور اهي، تمام؟ يبقى النوزل اوف سيرنج علشان تو افويد انجري اوف ذا درام. وبعد ما تعمل ايروش بتنشف ودن العيان، يا اما باير دروبس يا اما بسكشن، الكحول دروبس يا اما سكشن. الكحول دروبس ليه؟ لان الالكحول هيجروسكوبك، بيشفط الميه، زائد ان هو فانجسايدال. بص بقى الفيديو ده طريقه الايروش، العيانه قاعده اهو، الفيديو الاولاني العيانه، الفيديو نمره واحد اللي انا هقول عليه نمره واحد ده، وده نمره اتنين. الفيديو بتاع نمرة واحد العيانة قاعدة، تمام؟ في فوطة على كتفها تحت ودنها، ماسكة البازين اللي هو الحوض تحت ودنها. هي دي كانت نيرس، بس المفروض يعني الدكتور اللي يعمل قروش، بتشد الودن الأوريكل أب أند باك تو ستريتن الإكسترا إيديوتري كانال، أظن باينة في الصورة رقم اتنين قوي. بعد كده هي ماليه طبعا السرنجه ميه دافيه 37، ماشي؟ بعد كده بتعمل القروش بتاعها اهو، بص
مسلطها بوستر سوبيريور. على فكره العينه بتمثل، هو ما بتوجعش ولا حاجه، اهو الميه بتدخل جوه قناه الودن وتطلع. تمام، تعال نكبر الحته دي اهي، بص اهي الميه بوستر سوبيريور وشد الاوريكل ازاي، والميه عماله تدخل وتطلع في الحوض اللي العينه ماسكاه. تمام، وفوطه على كتفها علشان ما تتبلش معايا، والميه بتطلع بالواكس معاها. ايه الكومبليكيشنز بتاعت القروش؟ 2i تمام و2s، الاثنين اي دول هم نفس الاثنين اي بتوع الفورم بودي، انجري وانفكشن معايا. ممكن وانا بعمل قروش اعمل انجري للاكسترا كانال، او ممكن اعمل انجري للدرام رابشرد درام لو سلطت النزل دايركت مش بوستر سبيريور. انفكشن لنفس الاثنين، انفكشن للاكسترا كانال اوتا اكسترنا، او انفكشن للميدل اير بعد الدرام رابشر، بعد الرابشر اوف ذا درام الميه هتدخل وتفرقع الطبله. ممكن اعمل استيميليشن للانر اير، يحصل اثنين برضو، استيميليشن للانر اير يحصل اثنين، لو الميه دي بارده او سخنه يحصل استيميليشن للانر اير يجي له فيرتايجو انستاجموس. اثنين، ممكن استيميليشن للفيجاس، ايه ده؟ هو الفيجاس مش بيغذي الاير عن طريق ارنولد برانش؟ يعني انا ممكن وانا بعمل قروش يجي العين فازو فيجال اتاك وكف، لان الفيجاس بيسبلاي الاير وفي نفس الوقت بيسبلاي اللنج فيجي له ريفلكس كف، وبيسبلاي الهارت فيجي له فازو فيجال اتاك. اذا 2 اي انجري للاكسترا كانال وانجري للدرام رابشر درام، الاي الثانيه انفكشن للاكسترا كانال اوتا اكسترن، انفكشن للميدل اير بعد رابشر درام اوتايتس ميديا. 2S، الاس الاولاني استيميليشن اوف ذا انر اير لو الميه بارده او سخنه يجي 2 فيرتايجو وانستاجموس، او الاس الرابعه اللي هي الثانيه، الاس الثانيه استيميليشن اوف فيجاس لانه بيسبلاي الاير يجي له 2 يا ريفلكس كاف او فازوفيجال اتاك. تمام، فازوفيجال اتاك ويروح واقع منك. طبعا ريفلكس كاف ده ممكن تحصل، انت مجرد ما تلعب في ودنك ممكن يجي لك كحه ريفلكس علشان بتستيميليت الفيجاس. بنقول امتى تشك انك خرمت الطبله بتاع العيان، يعني ايه المانيفيستيشن او الالارمنج ساينس اللي ممكن تقول لك ان الطبله بتاع العيان اتخرمت؟ اولا العين اتوجع سادن بين، اي تمام، ممكن يكون الاكسترا كانال اتعورت، يعني مش مشكله، يعني دي مش 100% اشاره ان الطبله اتخرمت. جاب بليدنج وانت بتعمل قروش جا دم، ممكن، ولكن برضو ممكن الاكسترا ايديوتري كانال هي اللي اتعورت مش الدرام. ديفنس وتينيتاس، الطبله اتخرمت فجاله تقل سام اكتر من الاول، اكتر من ما كان في واكس، ومفيش ديفنس من غير تينيتاس. طب ما هو ممكن يكون الواكس ما طلعش كويس وبالتالي ديفنس وتينيتاس، يعني الثلاثه دول ممكن بيقولوا لك ان الطبله اتخرمت، بس مش 100%. الحاجه الوحيده اللي يخليك تحلف ان الطبله اتخرمت ان لو في ميه نزلت زوره، ازاي؟ فلويد تريكلينج ذا ثروت، وتلاقي العين جاله شرقه تشوكينج اتاك. الله يا دكتور، ما هو مش دي هنا الاوستيكيان تيوب اللي هي فاتحه في الميدل اير، اهي الاوريكل اهي الاكسترا كانال اهي الدراما اهي والميدل اير اهي والاوستيكيان تيوب اهي، فوانت بتغسل له الطبله فرقعت، الميه مالت الميدل اير نزلت على الاوستيكيان تيوب، تلاقيها نازله على زوره من مناخيره، فتلاقي وانت بتعمل قروش العين عمال يعمل ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ في ميه نازله زوره يا دكتور انا شرقان. مبروك الطبله اتخرمت، هي دي اللي تخليك تحلف ان الطبلة اتخرمت. فتيك كير.